شكرا شكرا على هذه الملاحظة. اليوم ده أشوف عندنا الحضور مو كلش عالي، عندنا 15 واحد حاضر بالميت، ما أعرف عدد. يعني كل مرة محاضراتنا الحضور أكثر، اليوم الحضور أقل، 15 واحد حاضر بالميت. شنو إيش عندكم؟ امتحانات، كويز، شنو إيش عدد؟ إيش عدد الحضور قليل؟ عندكم شيء؟ حبيت أسمع من عندكم. ما عم تسمعون الصوت أو الصوت غير واضح؟ لا دكتور، كنا حاضرين بس الزوم خرجنا، فهسه دا يرجعون يدخلون مستواهم الطلاب. يلا تمام. أوكي. يلا لا نكمل العدد، خلي يعني إذا أحد عنده سؤال عن المحاضرة السابقة، إذا عندكم في ملاحظة. ما عندنا سؤال، ما عندنا ملاحظة. يلا توكلنا على الله. إذا ما في أسئلة خلينا نبدأ محاضرتنا. قلنا إحنا اليوم محاضرة اليوم أول شيء راح نبدأ البارت اللي ما خلصناه من الأسبوع الماضي، وصلنا للأنجل أوف ريبوز. شنو هي الأنجل أوف ريبوز؟ طبعا هو هذا الموضوع، الأنجل أوف ريبوز هو الخاص بالباودرات، بالمواد الصلبية بالباودرات. إذا عندك باودر هذا قيس الانجل اوف ريبوز، مثل ما امامكم الان بالصوره، هذا فد باودر معين. انا من عندي باودر اريد يعني اصب هذا الباودر على فد سطح مستوي، اجيب الباودر اصبه على الكاونتر، مثلا عندي ملح، عندي شكر، اصبه على الكاونتر. الان تخيلوا يا يعني اصب هذا الملح، من اصب هذا الشكر على الكاونتر، راح ياخذ شكل مخروطي، شكل هرمي، صحيح؟ اي هذا الشكل المخروطي. اي فهذا الملح او الشكر من انا اصبه على يعني على كاونتر على سطح مستوي، ايش راح ياخذ؟ شكل مخروطي او شكل هرمي. زين، هذا الشكل الهرمي راح حقيقه يتغير من باودر الى باودر، بمعنى انه بعض عفوا ده قطع الصوت. بالنسبه اذا عندي باودر اصبه فوق كاونتر او يعني قد سطح مستوي راح ياخذ شكل مخروطي. هذا الشكل المخروطي يعتمد من باودر الى باودر، بمعنى تخيلوا يا اذا عندنا احنا ملح او شكر واصبه فوق الكاونتر راح ياخذ في شكل معين. الان اذا اصب مو ملح، اذا اصب طحين صفر نفس الكميه مال طحين الصفر راح اصبه فوق الكاونتر. تمام؟ برايكم من هذا الشكل الهرمي من يكون اعلى؟ من يكون مستوى ارتفاع اكثر؟ قد ما عندي ملح او قد ما عندي طحين صفر، ايش تتوقعون؟ يعني من اصب الملح ايش راح يصير الملح؟ تخيلوا وياي هسه انا بيدي طاسه بها ملح راح اصبها، الملح ايش راح يصير بيه؟ راح يتحرك بسهوله، يتحرك شيء فوق شيء ويعني ويطش اذا صح التعبير. اما الطحين الصفر ايش بيه؟ راح يبقى مثلثل من ادوره، يبقى ثابت بمكانه جامد، صحيح ولا لا؟ فالطحين راح يبقى متكتل اكثر، من صار متكتل اكثر صار الهرم مالته اعلى. اما الملح لا، الملح كل ما تدري تسوي اعلى هو راح يسيح، راح يتحرك، راح يبين انسيابيه فيتحرك، ما يبقى السطح مالته عالي. الطحين لا، ممكن يبقى يعني متكتل ومتجمع وصار الارتفاع مالته اعلى. فهاي التجربه تكشف لنا انه نفس الكميه مال البادر، انا اخذت مثلا كيلو طحين وكيلو ملح، من ادور الملح ما اقدر اسوي ارتفاع عالي، بس من ادور الطحين ممكن اسوي ارتفاع عالي اعلى من الملح. تمام؟ هذا شو يعطينا فكره؟ يعطينا فكره على الحركه، حركيه الباودر، حركه الباودر هذا بالانجليزي، بالانجليزي يسمون فلو بروبرتي، خاصيه الحركه، خاصيه الانسيابيه.
إلى مصطلح ثاني يسموه flowability، flowability، flowability هو يعني حركية الباودر. هذا القضية تابعة للباودر، كل ما كان الباودر حركيته وحركته وانسيابيته عالية مثل الملح مثل الشكر شنو راح يكون لي هذا الكون، هذا القمع أو هذا الهرم راح يكون لي هرم ناصي. وكل ما كان الباودر حركيته وحركته مزعجة وقليلة راح يسوي لي هرم عالي مثل الطحين مثل التالك البوطرة. التالك هم تخيلوا لأ أنا عندي كيلو مال بوطرة تالك وأدورها فوق في السطح المستوي هم ما راح يعني تتحرك بسهولة، ما راح تنساب، راح يبقى شيء مشلب بشيء ويبقى سطح الباودر عالي، يبقى سطح هذا الهرم عالي. تمام؟ زين، ورا هذه المقدمة شريد نوصل، شريد نوصل. أنت تخيلوا وياي نرجع نفس المثال اللي حكيناه بالمحاضرة السابقة. أنا عندي الآن معمل مال أدوية ودا أصنع اليوم تابلت أو كبسول، يا هل أسهل لي يا هل أفضل لي عد ما أخذ باودر مثل الملح يتحرك بسهولة وانسيابية ما تعالية والفلو ما تجيد، يقعد ما أخذ باودر مثل الطحين أخذ باودر مثل التال شيء يشلب شيء ويبقى مستيك ويبقى يعني حركته بطيئة وضعيفة ويشلب شيء بشيء، يا هل أفضل لي؟ Very good. كنت باودر مثل الملح، ليش؟ إحنا سبق وأن قلنا أنا راح أخلي هذا الباودر بتابلت ماشين مكينة ما تكبس الحبوب، وهاي تابلت ماشين سرعتها عالية، بالتالي أنا أحتاج يعني الباودر يكون ينزل بالثانية، يكون ينزل بأجزاء من الثانية، يكون ينزل من هذا القمع مال تابلت ماشين، ينزل يطب جوه من بالأسفل إلى مكان كبس الحبوب، مكان مخصص لكبس الحباية. فإذا الباودر مثل الملح مثل الشكر راح ينساب بصورة حلوة وانسيابيته عالية وما عندي مشاكل. أما إذا الباودر مثل الطحين أو مثل التالك مثل البوطرة، فلحظة من اللحظات إذا بقى الباودر متشلب وهي الحالة تصير يعني مخيش مستك مدى ينزل راح يأثر لي على وزن الحباية هاي جتني كبس بهاي اللحظة، ويأثر لي على نوعية الحباية وكمية المادة الفعالة اللي نزلت بتلك اللحظة. تمام؟ فأنا دائما بالباودرات يعني شنو أفضل الباودر اللي الفلو مالته اللي الفلوبلتي اللي الانسيابية مالته تكون عالية، الحركة مالته عالية حتى يسهل عملية تصنيع الحبوب. أوكي يعني هسه واحد يسأل يقول احنا وين وين الحبوب؟ احنا احنا يعني الحبوب شنو ايش الحبوب مهمه تصنيع الحبوب الكبسول؟ يعني احنا حتى لو البودر ما تتعبان يعني هو احنا قد عندنا نسبه حبوب كبسول بالصيدليه تسوى القضيه قد نحكي فيها ونسولف على اهميه الحركه مال البودر وهيك البودر والانجل اوف ريبورت والدينس حكينا بالمحاضره السابقه. الموضوع يستاهل هيك يعني حكي وتعب يوم ما يستاهل برايكم يعني تصنيع الحبوب والكبسول يعني هل هو لهي الاهميه او هل البودرات تصنيع البودرات والادويه اللي هي صلبه بودرات على شكل يعني كبسول وحبايه حبوب وكباسيل يستاهل هذا الكلام كله او ما يستاهل؟ نعيد السؤال، هو ايش قد نسبه الحب من كل الادويه يعني التابلت دوزج فورم ان كومبيرد والاذر دوزج فورم؟ عندنا انا عندي سيرب عندي سسبنشن عندي امبول عندي ريال، ايش قد نسبه الحبوب والكباسيل من تلك الادويه؟ من يعرف؟ يعني أنا طبعاً بصيدلية، هسه طبعاً بصيدليتي نسبة الحب والكبسول إلى باقي أنواع الجرعة الدوائية الأوبر والشرابات والمعلقات هاي السسبنشن والمراهم إيش قد نسبة مئوية من الأكثر؟ إذا أخلي التابلت والكبسول في جهة وباقي أنواع الدوائية كلها بجهة اللي هي السسمة التحامير عند الأوبر عند الشرابات عند المعلقات عند اللزقات تلزق على الدسم كلها نجمعها في كفة والتابلت والكبسول في كفة، برأيكم من الأكثر؟ دول بس اثنين ودول أكبر خمسة ستة مقابلهم. ما حد يعطيني فديسي فد إحصائية إحصائية أولية؟ أكو واحد بيكم يشتغل بصيدلية طبق؟ محل بيكم مطبق بصيدلية؟ وهل الصوت واضح أو لا؟ زين، فنسبة الحبوب والكبسول إلى باقي أنواع الجرعة الدوائية نسبة ما يقارب يعني 90%، ما يقارب 90% إلى باقي أنواع الأدوية.
هسه مو 90، قد يكون يعني يعني 80%. هذه حبوب كبسول قياسا شنو؟ قياسا بالباقي الجرعه الدوائيه. بالتالي انا عند الحبوب الكبسول هو الميجر دوزج فورم، هي الجرعه الدوائيه الاساسيه. التابلت الكبسول كلها باودرات، كله مصنع من ماده صغيره باودرات، التابلت مكبوسه والكبسول لا معلبه. التابلت والكبسول اثنيناتهم كنا انا اجيب الباودر اخذه بالمشين، وهذا الباودر راح ينزل يتحرك يطب المكان مال الكبسول الحبايه ومكان ما تعلقت الكبسول. فاذا هو الباودر ما يتحرك بصوره صحيحه مثل ما قلنا المحاضره السابقه، راح ياثر على التابلت والكبسول وياثر على الجرعه الدوائيه. من هنا هذا موضوع الانجل اوف ريبوز، وموضوع الفلوبلتي، موضوع انسيابيه الباودر، كلش مهم لان ياثر على تصميم العمل الدوائي. انت شغلك بالصيدليه، شغلك معمل ادويه يعتمد تماما على يعني هذه المواضيع. زين نرجع لموضوعنا هسه. الانجل اوف ريبوز لحد الان ما عرفناه شنو الانجل. هي الزاويه، ريبوز هي هاي الزاويه ياخذها الباودر، سموها انجل اوف ريبوز. انت كل ما كان الباودر ينزل للاسفل مثل الملح مثل الشكر، راح تكون هاي الزاويه كبيره وصغيره، والعكس بالعكس كل ما كان البودر مثل الطحين والتار كل ما ياخذ شكل اعلى كل ما يحصل زاويه صغيره يا كبيره. هسه على هالشكل عينك ميزانك، شو تقولون؟ شنو رايكم؟ من يعرف يا بطل؟ يعني الافضل لي انه الانجل اوف ريبوز تصير كبيره وصغيره. هي هاي الانجل اوف ريبوز، شوف هاي الانجل، هي من هنا هذا المستوى العرضي يعني هذا سطح يعني الكاونتر دخل عليه، ومن هذا سطح الباودر عافيه. فكل ما كانت صغيره كل ما افضل، لان كل ما صغيره معناها شنو؟ هذا التل اللي تكون، هذا مو التل عندي، تل مال الباودر، التل يصير ناصي صغير. كل ما كان التل عالي، كل ما كان التل عالي معناه هذا البودر تعبان مثل الطحين مثل البودره، راح يصير التل مالته عالي، فالزاويه هم راح تصير عاليه. تمام يعني؟ زين. فاذا ايش قالوا؟ قالوا هاي الطريقه سهله. انا شلون اعرف قياس الفلوبلتي؟ عندي هواي طرق حتى اقيس الفلوبلتي، اما اخليه بجهاز فاش يعني، او فحصه في طرق فنيه، او اكو طريقه هي هاي كل سهله، عينك ميزانك. هاي الطريقه كل سهله، شو اسوي؟ اجيب البودر ادوره على كيف فاش يعني، واحسب هاي الزاويه اللي تكونت، حسابها مو في شيء صعب. انا المستوى الافقي عندي معروف مال كاونتر، بس اخذ بالمسطره واش يعني اشوف ايش قد الارتفاع مالته، صار عندي مثل المثلث عرفتوا، واحسب هاي الزاويه. فكل ما كانت الزاويه صغيره معناها هذا التل تكون مالت التل مال الباودر صغير، معناها الفلوبلتي مالته جيده، الباودر يتحرك بصوره حلوه، ما عندنا مشاكل بالانسيابيه. والعكس بالعكس، كل ما كان التل عالي راح تصير الزاويه عاليه، معنى هذا الباودر مزعج راح يتعبني من الشغل، يبقى متلفلف شيء ويا شيء، متشلب شيء ويا شيء، وما راح يتحرك ويأثر لي على صناعه الادويه في المستقبل. تمام يعني؟ اذا هذا الموضوع بشكل مبسط، هذا هو الانجل اوف ريبوز. زين. هذا هو الانجل اوف ريبوز. طيب لهنا اكو سؤال وطلع بعد بدايه الموضوع. اذا ما اكو سؤال حتى نستمر. The angle of ribose is a simple technique for estimating the flow properties of a powder. طريقة سهلة ورخيصة وما تحتاج وقت، رأسا يعني عينك ميزانك، راح كما يقولون عينك ميزانك، رأسا راح أعرف هذا البودر النوع الجيد أو النوع الرديء، الفلوبلتي مالته عالية أو قليلة، الانسيابية مالته جيدة أو رديئة. It can be determined by allowing a powder to flow through a funnel and fall on to a surface. يعني شو يقول لك؟ يقول لك أنت أحسن طريقة حتى يصير عندك هذا التل، هذا الكون يصير عندك مرتب، جيب قمع، عشان هذا القمع نفس القمع هذا اللي عندنا الفنل استخدمه بالمختبر، جيب هذا الفنل قمع ودور بيه الباودر مالتك، خلي داخل الفنل وقرب ايدك على الكاونتر على البنج، دور الباودر بالقمع وخلي ثبت ايدك، خلي ينزل الباودر على البنج على الكاونتر على السيرفس. تمام؟ لا
تتحرك ايدك، راح ينزل شوي شوي يشكل لك هاي التله. من شكلت هاي التله انت المستوى الافقي عندك بالمسطره قيس تشوف لنا ايش قد الزاويه اللي تكونت. هذه طريقه كلش سهله وسريعه وبسيطه. The height and diameter of the cone are measured and the angle of repose is. شلون نحسب ال angle of repose؟ رياضيا شلون نحسبها؟ تاخذ ال height ارتفاع الكون، الكون يعني هذا التل كون، تل مال الباودر يسموه الكون. اخذ ارتفاع الكون واخذ ال diameter مالته واستخدم المعادله الاتي. شنو المعادله؟ tan q، q هي هاي ال angle of repose، يساوي ال height على ال radius. height ارتفاع الكون، الراديوس هو نصف القطر مالته، كله قيس المسطره ان شاء الله كلش 5 دقائق ما تطول. تطلع بالحاسبه الظل، ثاني يعني الظل. خوش؟ تطلع الظل هو هذا الانجل اوف ريموز. شايفين شلون؟ هسه اشوف هذا القمع، تشوفون شلون؟ ادور البادر مالته هنا بالقمع وانزل هنا على على الكاونتر واجي اقيس ايش قد نصف القطر، ايش قد هذه، يطلع لك هي قياس الزاويه. تمام حبايب عيني؟ زين. فهسه مثال، والله شوف هذا المثال عندكم، عندنا هنا باودرين، على اليسار هذا باودر اللي هو فاين، هذا رمل، هذا ساند يعني رمل، فاين ساند، وهنا عندي كور ساند. هنا الانجل اوف ريفولز مالته 35، هنا الانجل اوف ريفولز مالته 40. خوش؟ يا الافضل. زين عندنا بس شغله واحده، عندنا بس شغله واحده اللي هي شنو؟ هي عاده كل ما كان يعني خلينا نرجع لهذا الفيجر، خلينا نرجع للفيجر. احنا كل ما كان ارتفاع هذا الكون كل ما كان ارتفاعه عالي. وش يعني؟ يعني هذا في مشكله. تمام؟ كل ما ارتفاع عالي يعني في مشكله. الانجل اوف ريبوز Border with a low angle of repose flow easily, and border with high angle of repose flow poorly. خوش يعني كل ما كانت ال angle of repose قليلة كل ما كان شنو ال flow مالته أفضل. أوكي حبايب، ف border with low angle of repose نثبتها هذه، كل ما بعد نحفظها قاعدة، كل ما كانت الزاوية قليلة كل ما كان ال flow أفضل، كل ما كان الزاوية كبيرة كل ما كان الفلو ضعيف. واضح شلون؟ أنا ليش دار أركز على هذا الموضوع حقيقة؟ يعني موضوع مهم، هو صحيح سمبل لكن موضوع مهم كلش يفيدنا بعدين صناعة الأدوية، ويفيدنا بعدين في موضوع الصيدلة الصناعية للمرحلة الرابعة والخامسة. إذا نثبت هذه القاعدة أنه الأنجل أوف ريبوز كل ما كانت صغيرة أفضل، كل ما كان البودر يتحرك بسهولة أفضل عندي في صناعة الأدوية. واضح يا مو واضح؟ زين اكو فاكتورات تاثر لي على الانجل اوف ريبوز؟ نعم. شنو هي؟ A number of factors including shape and size of the border determine the flow properties of that border. يعني من العوامل اللي تاثر لي على الانجل اوف ريبوز وبالتالي تاثر لي على الفلو، تاثر على انسيابيه البودر، هن اثنين لان شغلات كلش مهمه، الشيب والسايز. الشيب والسايز. زين من يقول لي الشيب شلون ياثر؟ خلينا ناخذ واحد واحد. من يقول لي الشيب شلون ياثر؟ يعني شلون الشيب او البودر ياثر؟ شلون الشيب؟ شو يجي ببالكم؟ دكتور كل ما يكون الشكل سفيريكال يعني الزاويه تكون قليله راح يكون الفلو مالته افضل. فيري جود، عافيه فاطمه. فاطمه تقول كل ما كان شكل البودر سفيريكال، الحبيبات مال البودر، البارتكلز مال البودر سفيريكال، كل ما يكون شنو راح يصير الفلو مالته افضل وانسيابيته افضل. هذا هو عين الصواب. يعني انت اذا كان سفيريكال راح يصير مثل الطوبه، البارتكلز مالته مثل الطوبه. اوكي، بالتالي انا من ادور اتخيل الطوبات تتحرك بسهوله. زين هسه واحد يسال، هو غير شكل البودر دائما سفيريكال؟ ليش اكو غير سفيريكال؟ يعني هو شكل البودر سفيريكال، ليش هو اكو شيء غير سفيريكال؟ ممكن يصير مثلث، يعني شكل البودر مثلثات او مربعات وغير سفيريكال؟ من يجاوبني؟
اكو احتمال البارتيكل تكون غير سفيريكال؟ يعني شلون؟ من يعرف؟ هسه رتاج يقول نعم مثل السكر مربعات كريستال يعني. يا جماعه الخير نعم هو مو اللي البادر مو اللي يصير سفيريكال البادر مو بالضروره اللي سفيريكال اكو يصير شكله شنو يصير ارجيولر بعض الاحيان يصير شكل البادر ارجيولر يعني شنو غير منتظم الشكل يعني بي فشي طاب منه فشي طالع منه او يصير ستار لايك شيب مثل النجم بي يعني بشوكات يعني شلون النجمه النجمه هيك بي هاي بس ما النجمه هيك بي مثل الشوكات مثل يعني بروزات طالعه يصير ستار لايك شيب اوكي او irregular او احنا spherical او قليل من spherical فكل ما كان spherical او spherical like شيء قليل من spherical كل ما هذا افضل وكل ما يصير الفلو مالته افضل يعني احنا الشيء المثالي هو spherical ايش قد نقدر نقترب من spherical يكون افضل هسه مثلا البودر مال شكل هو صح مربعات بس هذا بالاحتكاك تتكسر مالته الاطراف مال المربعات يصير شكله قريب شكل spherical تمام هذا افضل إذا بقى البودر شكله irregular أو بقت هاي الستار لايك شيب إن هاي البروزات مالتها قوية بقت موجودة يصير مثل النجمة حركتها تصير بطيئة أوكي مو مثل السفيريكال أو السفيريكال لايك شيب فكل ما يقترب من السفيريكال كل ما أفضل زين هذا فيما يخص السايز فيما يخص عفو الشيب السفيريكال بارتيكلز فلو بيتر ذان نيدل لايك شيب أو مثل نيدل لايك شنو؟ يعني مثل الأوبر شايفين اكو باودر مثل يعني تحت المجهر من فحصه او حتى العين مجرد مرات نيد اللاي يعني شلون النيد شلون النيد يعني شكله طولاني يا الافضل يتحرك شكله طولاني نيد اللايك يو مثل الطوبات سبريكال لايك حتما سبريكال لايك از بيتر ذان نيد اللايك شيب اوكي زين وات اباوت بارتيكل سايز كان لك انه very fine particles do not flow as freely as large particles. كل ما يخص البارتيكل سايز بس احنا الشيب عرفناه كل ما كان كروي كل ما الحركه ما تصير افضل. زين اذا نتكلم عن مو اسعى على الشيب نتكلم عن السايز يوه الافضل يقول كل ما كان اذا كان ناعم جدا يعني شوفوا very fine يعني مثل طحين الصفر فرد نوب ناعم حين اذا شنو اذا صار very fine يعني high surface area راح يصير شيء يتشلل شيء ويصير يتكتل ويكون لك تلة عالية ويسوي لي مشاكل إذا كان very fine لعشان أفضل أنا أفضل لا شوية larger هسه من يعرف ليش larger أفضل من very fine من يقدر يتخيل ليش هو شغلتنا بيها تخيل بيها imagining دكتور لأن راح ينزل بسرعة يعني density مالته راح تكون عالية الخشن والله عم عارف very good ليش لأن كل ما كان الخشن شاحي سيحصل ثقيل يعني ستخيل انت خلي بايدك one particle of sugar واحدة very fine كلش مطحونة وواحدة شنو لا كريستال خشنة هو نفس الشكل وتخيل اثنيناتهم نفس الشكل اثنيناتهم spherical حتى نسهل لك الموضوع اثنيناتهم spherical in shape واحدة very fine ناعمة كلش وواحدة خشنة على شكل طوبات ما شكل ولن تنزلهم للتابلت ماشين تصنع تلك حباية ما شكل يا تنزل اسهل هاي كلش خفيفة ناعمة يوديس الكبيرة يعني خشنة طبعا خشن ليش حسب ثقيل وزنه ثقيل فالجاذبية الجرة أقوى فنزوله بالتابلت ماشين يصير أسرع الفلو ما تصير أفضل تمام فهنا مع ثبات الشكل اثنيناتهم كروي راح يجي يشتغل عندنا موضوع البارتيكل سايز كل ما كان البارتيكل سايز معقول وخشن إلى حد ما كل ما شنو كل ما شنو راح يصير أفضل والسياق يصير أعلى تمام يعني اذا نفترن مين اثروا دي على فلوبلتي which are shape and size of the particle that are involved اوكي حبايب هذا ما تبقى حقيقه كان في المحاضره السابقه اذا عندكم اي شيء على هذا البارت او هو كل المحاضره السابقه يعني نستمع لاسئلتكم او اقتراحاتكم واذا ما في حتى نعبر عن المحاضره مالت اليوم السلام عليكم دكتور. السلام على زينة. دكتور بس هاي المحاضرة داخلة بالميد مالتنا امتحان الميد؟ هذا نزول عند رغبتكم
الأخ ممثل مرحلة تواصل وياي قال أنا بدي حقيقة تدخل هالمحاضرة خوش. هسه ليش بدي تدخل؟ لأن تعرفون امتحان الميد هو امتحان مهم وإحنا طلابنا يعني إحنا كنا طلاب وأنت يعني نفس مرحلتكم هم كنا يوم من الأيام طلاب. الطالب إذا مو بالامتحان وشوية يعني خاف من المادة وكذا ما راح يقرأها يعني بقوة وتركيز. فإذا تدخل بالامتحان الميد هو أفضل لكم أنتم يعني حتى ما تسيطرون عليها لأن هي أول تاريخ تمتحنون أنتم بها بالفاينل هي على قولت الطلاب هي براسكم براسكم. فأنا أفضل أنه تدخل. يبقى هو الأخ ترجاني محمد مثل مرحلة قال دكتور ملحق وكذا قلت له كيف إذا تحبون أنا أخوة يعني طلاب عزيزين علي رغبتكم محترمة إذا نوقعهم الامتحان حاضر. تدون أنا قناعتي الشخصية أفضل أنه تدخل بالامتحان وأنت بعد القرار قرارك. وأنا محمد قلت له ما راح أدخل هالامتحان أنت إذا حبيت يعني هالمادة تدخل بالامتحان حتى تسيطرون عليها أكثر بعدين بالفاينل أوكي فهذا يصير قرار أفضل وتكون أنت أصحاب القرار. إن شاء الله دكتور شكرا. العفو. من أطبع السؤال ونحاول على المحاضرة. من عنده سؤال؟ ماكو سؤال؟ زين. إذا ماكو سؤال يا حبايب اليوم محاضرتنا هذا اليوم هي على الكاينتك. محاضرتنا محاضرة اليوم هي عن الكاينتك. شنو الكاينتك؟ من سمع في شيء عن الكاينتك؟ سامعين في شيء اسم الكاينتك؟ يا شباب سمعين في شيء اسم الكاينتك؟ الطاقة الحركية. جيد. زهراء جعفر والطاقة الحركية. بعد من يعرف أن الكاينتك؟ احنا طبعا نشكر من زهرة يقول الطاقة الحركية. أسفات مكاظم يقول الحركة مال المكونات المكونية تفاعل. جيد. هي الكاينتك شكرا جزيلا. الكاينتك هو شنو؟ هو حركية حركة. كاينتك باللغة العربية هي حركة تحرك حركية يعني هاي المصطلحات. أوكي. فكل شيء بالوجود الله سبحانه وتعالى خلقه بحركة. كل شيء بالوجود الله خلقه متحرك. يعني أقول فد آيات بالقرآن خلي شوية يعني نعطل مجلسنا من ذكر الله. الآيات بالقرآن آيات عجيبة. يعني مثلا يعني قبل تقرأ هاي الآية أتعجب بها. يعني بسم الله الرحمن الرحيم وترى الجبال تحسبها هامدة وهي تمر مر السحاب. هذا الجبل تبو عليه قدامه جبل ضخم عملاق تشوفه ثابت بس هو ثابت ومتحرك. يعني واحد يشوفه يقول ثابت بس هو ما في شيء ثابت متحرك. اولا هي كل الارضيه كلها متحركه. ثانيا العلم توصل هذا الشيء اخيرا انه ما في شيء ثابت بالوجود كلها متحركه. يعني هذا الجبل مكون من صخور. الصخور مكون من ذرات. الذرات هذه مصنوعه من تعرفون بعده هاي ماده مخبيه يعني مكون من نواة والكترونات وكذا وكلها متحركة. يعني هي صح تشوف بعينك ثابت بس كلها متحركة. نفس الجزيئات المكونة من الصخر مو الالكترونات لا أصعد على مستوى الجزيئات. شافوا علماء بها حركة يسموها لوكو موشن. لوكو موشن لوكو من لوكال حركة موضعية مو كانت تتحرك. يعني ما كل شيء ثابت بمكانه. هاي الشمس قبل عبالهم الشمس هي مركز المجرة. قبل علماء الفلك كان يعتقدون أن الشمس ثابتة يعني وكل يعني الكواكب الاخرى الكره الارضيه القمر المريخ ما اعرف ايش تفتر دار مدار الشمس مو الفلك يقولون علماء الفلك. الى ان جت نظريه جديده يقول نعم هو صح الشمس العفو صح الكره الارضيه والقمر والمريخ الدور دار مدار الشمس بس الشمس هم متحركه. وين الدور؟ الدور دار مدار المركز المجره. المجره ايش فيها؟ مو ثابته متحركه تفتر دار مدار مركز الكون. هسه مركز الكون منه ما حد يدله شنو شنو وين صاير ما حد يدله. المهم العلماء هسه وصلوا الى قناعه انه ما في شيء ثابت ابدا كلها متحركه. ما في شيء ثابت تمام. فهذا ما في شيء ثابت معناه اكو حركه. الحركه شنو هي؟
شو يسموها؟ يسموها الكاينتك. الكاينتك يعني علم الحركه، علم الحركه. احنا فيما يخص يعني شغلنا بالصيدله هو ما لنا علاقه بحركه الكواكب ولا لنا علاقه بحركه الهواء والمي وما ادري شنو، لا نحكي على مواد احنا نشتغل بها، على التفاعلات الكيميائيه، على الظواهر اللي نتعامل وياها بالصيدله، على ظواهر الجسم ابزوربشن ما ابزوربشن، فراح ناخذ الكاينتك مال هاي الامور اللي احنا شغلنا بها. اوكي زين، فالكاينتك معناها شنو؟ معناها حركه، اكو موفمنت، اكو اكشن. تمام زين، الكاينتك is the study of the rate of the process. Kinetics is the study of the rate of a process. يعني يقول لك هو دراسة الـ rate مال أي عملية معينة، سواء عملية تفاعل كيميائي، سواء عملية absorption، يعني أي عملية راح تنطبق على الموضوع. شوف أنا شو مظلل لكم كلمة rate، خالها باللون البولد rate. شنو معنى rate بالعربي؟ من يعرف؟ رايت شنو رايت؟ هاي كلمة رايت أمامكم شنو معناها؟ معدل، ريتاج تقول معدل، سارة تقول معدل، بعد حمودي يقول معدل، فاطمة تقول سرعة، بعد من عنده رأي آخر؟ هاي شغلة مهمة كنا نقف بيها. هسه الريت هو معدل يا سرعة؟ معدل. زين هسه اذا واحد يعني يفتح لي السبيكر يقول لي شنو معنى معدل؟ المعدل احنا نعرفه بالرياضيات، هو ايش يعني؟ يعني ناخذ مجموعة ارقام، مثلا ثلاث ارقام اربعة، نجمعهم مع بعض ونقسمهم على عدد الارقام، صحيح؟ وهذا المعدل. يعني اقول له تجد معدل في السادس، يقول لي والله معدل 97. يقول لي ليش 97؟ يقول لي اي، قلنا ما اخذ 100 بالرياضيات و100 بالفيزياء بس اخذ 90 بالانجليزي، فطلع معدل 97 مثلا. يعني هيك غير هذا المعدل يا شباب؟ قد معدلك انت بالاول؟ والله معدل طلع امتياز، والله قلنا بالعافيه عليك، انا معدل طلع جيد جدا، يعني عندي درس واحد نزل درجتي، مو هذا المعدل؟ اي ولا لا؟ هسه مثلا علي سليم علاوي عيني افتح لنا المايك وسولف وياي. هسه علي سليم تكاتب معدل، وانت معدل يا علي سليم، فيا علي سليم يا معدل افتح المايك وسولف وياي اذا المايك مالتك يشتغل، واذا تعتذر ما عندنا مشكله. اريد واحد يسولف لي على المعدل، اريد واحد معدل يسولف لي على المعدل. من فيكم معدل؟ كلكم معدلين ما شاء الله. السلام عليكم دكتور. السلام، اهلا. رتاج؟ نعم نعم دكتور. تفضل رتاج. دكتور المعدل يعني مال سرعة المواد الموجودة يعني السوليد والسولفنت حركتهم اثنينهم يعني. زين، إذا الرتاج قلتي معدل سرعة، يعني هي سرعة يا معدل، إحنا نريد نختار واحد من عندهم، يا معدل يا سرعة. هي معدل لأنه راح تأثر سرعة أحد المواد على الثانية، لذلك يصير معدل. شكرا شكرا رتاج، شكرا رتاج. زين اذا نفس المعدل اللي تاجو حط لي انا شغلتين، راح ناخذ المعدل مالتهم. بعد من جماعه السرعه منو يتفضل يقول لي هي سرعه مو معدل؟ مثلا فاطمه، مثلا عندنا زينه. هي سرعه يا معدل؟ فاطمه شو تقولي انت؟ كاتبه سرعه. دكتور اقول سرعه لان هي السرعه مال المكونات يعني راح تتغير. نعم. حسب الوقت، حسب الزمن. نعم، عافيه فاطمه. نعم. جيد، الحقيقة الجواب الصحيح، الجواب الصحيح اللي قالتها جماعة رتاج هو خطأ، الجواب الصحيح اللي حكيته فاطمة. شنو رأيكم؟ اللي الكاينتك هو سرعة وليس معدل. هسه راح نشوف شلون. شوفوا بالمناسبة قبل لا نشوف شلون، احنا بالصيدلة، احنا شغلنا بالصيدلة، أي شيء تقرأ كلمة ريت نقصد به سرعة. وين تقرا كلمه ريت معناها سرعه. اوكي، سرعه التفاعل، سرعه البروسيس، سرعه الابزوربشن، سرعه التفاعل الكيميائي، كل شغلنا بالسرعه. ايش قد يصير هذا التفاعل في وحده الزمن؟ بالدقيقه ايش قد؟ بالنص ساعه ايش قد؟ بالثانيه ايش قد؟ فكله سرعه. شايفين شلون؟ كل شغلنا احنا بالصيدله بالسرعه، ما عندنا شغل بالريت اللي هو المعدل. شغلنا بالسرعه. تمام؟ هسه راح نشوف شلون. وحتى احنا كنا بالسادس نحسب سرعه التفاعل، سرعه التفاعل وليس معدل التفاعل. هذا المعدل شغل اهل الرياضيات، يا
يعني هي نفس الكلمة بالمناسبة، نفس الكلمة يعني في علم يختلف عن العلم الثاني. يعني كلمة ريت عندها للرياضيات بالماثماتيكس قصدهم بيه شنو؟ قصدهم بيه معدل. احنا بالصيدلة الريت معناها سرعة، ريت اوف رياكشن معناها سرعة التفاعل، مو وليس معدل التفاعل. نعم الريت، ريت اوف اوف يعني اكويجن الماثماتيكس معناها جزء عندهم معدل، اهل الرياضيات استخدموا هذا الريت كمعدل، احنا اهل الصيدلة نستخدم الريت كسرعة. وهذا مش فشي وارد، كل علم بمصطلحات الخاصة به. تمام يعني؟ وأنت لو قلت لكم كلمة مقاومة، المهندس يتكلم عن المقاومة يقصد المقاومة الكهربائية، شلون الكهرباء يدخل داخل السلك ويتحول إلى حرارة، مقاومة السلك وكذا وضياع الطاقة وهاي الأمور، هذا من وين؟ مهندس الكهرباء. بس رجل الأمن شرطي كذا بنحكي عن المقاومة، شو يقصد يا مقاومة؟ أكو جماعة عشان سلاح يرمون على الشرطة. يقول لك والله اكو مقاومه بالطريق، مقاومه الطريق شنو؟ مو وايرمان كهرباء ودي يضيع كهرباء، واكو مقاومه كهربائيه، مقاومه واحد يرمي عليهم، فينادي يقول اخوان انا اكو مقاومه دز لنا اسناد مثلا. فنفس الكلمه من شخص الى شخص تختلف، من اختصاص الى اختصاص تختلف. احنا بالصيدله بنقول كلمه ريت نقصد بها سرعه. ابو الهندسه ابو الرياضيات بنقول ريت نقصد بها معدل. تمام حبايب عيني؟ هو ينتقلون كلمه ريت بالصيدله نقصد بها سرعه، سرعه. يعني ايش قد تصير هاي القضية في وحدة الزمن؟ بالدقيقة ايش قد؟ بالساعة ايش قد؟ هذا هو الريت. زين. البروسيس هو قال ريت اوف ذا بروسيس، ريت اوف ذا بروسيس، شنو البروسيس؟ شنو نقصد بالبروسيس؟ البروسيس ماي بي كيميكال ريأكشن، كيميكال بروسيس سيتش از اوكسيديشن اوف ادرج. هاي البروسيس حكينا عليه بالتعريف قبل قليل، شنو هي؟ قد تكون كيميكال بروسيس تفاعل كيميائي مثل ما اوكسيديشن دو ديت اكسل بيتحول من ماده لماده اخرى، تفاعل كيميائي. اوكي قد تكون كيميكال وقد تكون لا، قضيه مو كيميكال، فيزيكال. مثلا من فور اكزامبل ترانسفير اوف ا دراج اكروس ا ميمبرين از ان كيس اوف ابزوربشن بروسيس. يعني انا من عند عمليه الابزوربشن خليت الحبايه حبايه باراسيتامول طيتها للبيشنت بلا حاصل في المعده، شلون الباراسيتول وصل للدماغ وصل للمكان واخر للالم؟ شلون؟ اعطته اياه الحبايه بالمعده، شو وصل التاثير مالته للدماغ؟ شلون يعني؟ سحر؟ هو الحبايه صار بها ابزوربشن وصلت للدم، والدم وصل للدول كل انحاء الجسم واخر للصداع واخر للالم، صحيح؟ فهي عمليه الابزوربشن، صار عندي ترانسفير اوف دراج اكروس الميمبرين. انتقل الدواء، ترانسفير انتقل الدواء عبر الميمبرين مال المعده، هذه الانسجه مال المعده عبر الاغشيه مال المعده، فهمت يعني؟ وصار بها ابزوربشن وتحول للبلد. فهي ترانسفير بروسيس، هاي كيميكال او فيزيكال، صار تفاعل كيميائي داخل المعده، يا تفاعل فيزياوي حركه مجرد ترانسفير. هاي تفاعل فيزياوي فيزيكال، هذا مجرد انتقل الدواء من الاستومات الى البلد ومن البلد يطير التاثير اللي انا اريده. فهذه بروسيس سواء كانت كيميكال او فيزيكال لازم بها ريد. اي بروسيس، اي بروسيس بال شنو؟ بالكون. انا اسمي داخل لكم محاضره، سرعه المحاضره داخل لكم سريع يا بطيء، هذا ريت. انتم الان جاي تردون علي، اكو واحد يرد بسرعه الريت ما تعالي، واكو واحد يرد على كيف. تمام بالاكل، واحد ياكل بسرعه واحد ياكل على كيف. حتى بالنمو، واحد ينمو بسرعه واحد كذا. الميتابوليزم مال الانسان الايض، اكو واحد الميتابوليزم مالته سريع واحد الميتابوليزم مالته بطيء. يعني سبحان الله كل شيء بالوجود متحرك، كل شيء فيه سرعه، والسرعه تختلف من شخص الى اخر. اوكي يعني زين. طيب الان اذا راح نتكلم عن الريت، سواء كان الرياكشن فيزيكال او كيميكال لازم بي ريت. زين انا سي واحد سلبي بس راح دخلنا بإرادة ومصرف وريت وسرعه وكذا، شنو فائده الكاينتك يعني؟ واذا عرفنا السرعه هذا السريع يوم بطيء سو وات؟ لا يا ابي شلون سو وات؟ احنا هذا العدد هاي شنو فائدتها؟ بس شنو فائدتها؟ هذا كائنتك في صميم عملنا، احنا الان في عالم السرعه. انا اذا ما اعرف سرعه هذا التفاعل اللي يرى له وقت ويا تفاعل اسرع اسرع، انا الان اقدر اروح لل يعني اقدر اروح للبصره، اقدر اروح اسافر دوله مسافات يعني بعيده، يعني بين محافظه ومحافظه بعض الدول ما يقارب 1200 كيلو متر، يعني تبقى تفد 10 ساعات بالسياره الا توصل للمحافظه ومحافظه. في حين هذا الريت اوف ترانسفير من هاي المحافظه، هاي المحافظه طول 12 ساعه، الحين اذا بالطياره هذا نفس الريت اوف ترانسفير طول 3 ساعات. ايش تفرق لك هذا؟ جهد ووقت وراحه وبزنس، اذا عندك بزنس تمام؟
فالريت مهم حتى حياتنا العمليه، كل شيء احنا معتمد على الريت، سرعه سرعه وصولك للمحاضره للمحافظه للمدري وين، كل شيء معتمد على الريت. طيب فالريت راح نستفيد عنده في شغلتين، اول شيء هذا give an idea about the mechanism of the process، يعني انا نعرف سرعه التفاعل وانه التفاعل سريع، ونفس التفاعل في مكان ثاني اذا غيرت الظروف صار بطيء، راح من خلال هاي السرعه راح اكتشف الميكانيزم، يعني ان شاء الله نشوفه بالمستقبل انه هاي عمليه الكاينتيك، انا ادرس الكاينتيك تعطيني فكره عن الميكانيزم، وانا من فهمت الميكانيزم من فهمت الميكانيكيه حينئذ اقدر يعني اعرف القضيه شلون جاي تصير، اذا صار لكم مشاكل اقدر اتلافاها لان اعرف عن الميكانيزم، محرك مال السياره اذا عطل شلون اصلحه اذا ما اعرف الميكانيزم اوف وورك مالته، شلون اعرف شلون كان يشتغل على البنزين يشتغل على الغاز، شلون البسات مالته، شلون الامور اي جهاز عندي بالبيت اذا يعطل اذا ما اعرف انا شلون يشتغل كان شلون اقدر اصلحه، غير افهم شويه عن الميكانيزم مالته حتى اقدر اتداخل بالموضوع اصلح مقطوع واير عطلان الايسي مالته عطلان فد يعني في المكان اقدر اصلحه، اذا ما فاهم الميكانيزم شلون اقدر اتداخل. تمام، ف الكاينتيك give an idea about the mechanism of the process، سواء كان البروسس نرجع نقول هي فيزيكال او كيميكال، تعطيك تصور عن الموضوع، تعطيك فهم من الميكانيزم. بعد allow a prediction of the change that will occur in the future، يعني هذه انا فهمت الميكانيزم بعد اقدر اني اتنبأ واتوقع واتصور شو راح يصير بالمستقبل، بمعنى انا الان عندي تفاعل كيميائي بدرجة حرارة الغرفة وفهمت من خلال الريت مالته فهمت الميكانيزم، عرفت ان هذا التفاعل مالته هو يسوي تفاعل اكسده اوكسيديشن، عرفت؟ هذا تفاعل الاكسده حراره الغرفه يطول عندي ساعه، انا هاي ساعه هواي ما اظل كل شوي ابوع عليه ساعه زمان هواي، انا عندي هواي تفاعلات اذا كل تفاعل يطول ساعه صرت 12 ساعه بعد ما اكمل شغلي، عندي هواي شغل، عرفت الميكانيزم فراح اسوي تشينج حتى وهذا ما طول عرفت الميكانيزم عرفت الكاينتيك فهمت كل شيء اقدر اسوي تشينج واتنبا ايش راح يصير، بمعنى انا التفاعل حراره الغرفه اذا سخنت الرياكشن هو كان درجه حراره 25 درجه مئويه حراره الغرفه، الان اذا اريد اسرع التفاعل اقدر اسخن الرياكشن احوله درجه حراره 50 مثلا اخلي على الهيتر، مو راح اتوقع انه اتوقع انه ازيد السرعه اتوقع انه ازيد السرعه كنت اتوقع بالموضوع اكو ريدكشن مو اتوقع انه راح ازيد السرعه يوم ما اتوقع نعم اتوقع انه راح ازيد السرعه زين انا شلون اتوقع شنو عندي علم الغيب يوم العصا السحريه شلون صار عند هذا البريدكشن هذا التنبؤ هذا التوقع من اجى؟ لان الحراره زادت السرعه لان فاهم الميكانيزم لان فهمت الميكانيزم لان عرفنا الميكانيزم لان عرفنا الميكانيكيه عرفنا انها تفعل اكسده والاكسده تحب الحراره وتحب الاكسجين فخلص الاكسجين متوفر دائما فتكون ازيد الحراره شايفين شلون؟ فاذا هذا من ساعد في الموضوع من خلى من اعطاني هذا البريدكشن فهم الميكانيزم من خلاني افهم الميكانيزم الكاينتيك فالكاينتيك جدا جدا مهم طبعا هي الكاينتيك ان شاء الله كلش معمقه يعني كلش انبسطت لكم اياها حتى توصل مستوى دراستكم هاي الميكانيزم هاي الكاينتيك الان احنا محاضرتنا عليها تاخذون مرحله ثانيه صدر في زاويه وانا بالثالث تاخذون عنها في شيء بالرابع بالخامس بالماجستير انا بالدكتوراه درسنا استاذ الكاينتيك حد الدكتوراه تدرس انت كاينتيك تعرفين شلون؟ يعني بكل حياتك اكو كاينتيك هسه الان انا خلصت الدكتوراه هم اعطيتكم كاينتيك واعطيت الدراسات العليا انا درست جنابكم ودرست طلاب ماجستير بجامعه كالجاري جماعه الماجستير ايضا درسهم كاينتيك تعرفين شلون؟ قلت لكم انا من درست الدكتوراه ايضا درست كاينتيك بالنتيجه الكاينتيك كل يعني بشكل مرحله دراسيه لازم تحتاج الكاينتيك لان هي حياتنا كلها مبنيه علينا هي هذا الكون كله مو بس حياتنا الكون كله مبني علينا مبني على الحركه مبني على الكاينتيك فلازم نتعرف على الكاينتيك شايفين شلون؟ طيب ما طول حكينا على الكاينتيك لازم نتكلم عن الاوردر انت الاوردر ماخذين بسادس اعدادي الاوردر اللي هي مرتبه التفاعل مين يتذكر شوي عن الاوردر مرتبه التفاعل تفاعل من الدرجه الاولى تفاعل من الدرجه الثانيه تذكرون الاوردر؟ مين يتذكر شيء عن الاوردر؟ يحكينا بالمايك او يكتب لنا على الشات الاوردر مرتبه التفاعل تذكرون في شيء؟ الاوردر؟ لا ناسيه
هذا حتى مسدس إعدادي للكيمياء. لا هذا الاس بي 1 هذا ما توزيع الكتروني، توزيع الكتروني هذا فاطمه كاظم، الاس بي 1 والاس بي 2 شنو توزيع الكتروني؟ الالكترونات توزع دار دار الذره. لا متجانسه وغير متجانسه، لا فاطمه لا رتاج مو هيك ظهر ناسيها ناسيها سالفه. زين الاوردر خلينا نشوف شنو الاوردر. This is the number of concentration terms that determine the rate of the process. الاوردر هو مرتبة التفاعل. عندنا تفاعل من الدرجة الأولى نسميه first order، عندنا تفاعل من الدرجة الثانية نسميه second order، وعندنا تفاعل يعني ما له علاقة يسموه zero order، صفر zero order. هذا الاوردر شنو؟ شوف أنا بقول لكم باللون الأحمر. This is the number of concentration terms that determine the rate of the process. أنا عندي تفاعل، عندي تفاعل مادة هاي أول تفاعل المادة الثانية، هاي مادتين أوش، هاي مادتين شافوا إنه التركيز مال بعض الأحيان تفاعلات بسرعة عامة، تركيز مال هاي المادة الأولى هي المؤثرة على التفاعل، أما تركيز المادة الثانية لا تأثر على التفاعل. بمعنى أنا الآن عندي دا يتفاعل نقول مادة حامضية ويا مادة قاعدية، يتكون عندي ناتج شنو ينتج عندي؟ حامض ويا قاعدة شو يصير عندي؟ يصير عندي ملح ومي. هاي النواتج شافوا انه هاي العلماء درسوا هذا الموضوع في بعض التفاعلات انه تركيز بس الماده الحامضيه ياثر على التفاعل. يعني انا اذا زيدت تركيز الماده الحامضيه يجي لي تفاعل، زيدتها بعد يجي لي تفاعل، اما الماده القاعديه من زيد تركيزها شو تفاعل ما بيغير سرعه مادته، التفاعل ما تغير فقط الحامض، من زيد الحامض تركيزه اعطي تركيز اكثر يزيد السرعه، بس القاعده وش يعني ما اثرت على التفاعل. استغربوا ايش قالوا؟ قال هذا تفاعل فيرست اوردر، بس ماده واحده مؤثر على التفاعل. شافوا تفاعلات اخرى، خوش تفاعلات اخرى جابوا غير مواد، هم ماده حامضيه قاعده بس غير مواد، او جابوا غير تفاعل، جابوا ماده تتاكسد وماده تصير فيها اختزال، فعلوا مع بعض تفاعل اكسده واختزال. شافوا من يزيدون تركيز هاي الماده رقم واحد يزيد سرعه التفاعل، يزيدون تركيز المادة الثانية هم يجي سرعة التفاعل. قالوا هاي شنو؟ قال لأن اثنين مواد اثنين مؤثرات على السرعة، فهذا راح نسميه second order. يعني اثنيناتهم تراكيزهم تأثر على سرعة التفاعل. فإذا التفاعل الأول كان first order فقط مادة واحدة مؤثرة على سرعة التفاعل. أما التفاعل الثاني المادتين يا هلا زيدها بيزيد سرعة التفاعل. اثنين مؤثرات. حين أجل هذا يسموه شنو؟ هذا يسموه second order. تمام يعني؟ أكو تفاعلات مادة تتفاعل مع بعض. يا سبحان الله، من زيت سرعة أول مادة، من زيت تركيز أول مادة، ما يزيد التفاعل. زين، من زيت تركيز ثاني مادة، هم ما يزيد التفاعل. سرعة التفاعل ثابتة. سرعة التفاعل ثابتة. سموا هذا النوع، سموا zero order. هسه راح نشوف كل واحد نطلع عليه مثال ونشوف شلون تصير هاي الأمور. إذا الأوردر هو يعني باختصار هو كل مادة بالتفاعل جاي تأثر على سرعة التفاعل. إيش كم مادة بالتفاعل جاي تأثر على سرعة التفاعل؟ أوكي؟ إيش كم مادة بالبروسيس جاي تأثر على سرعة البروسيس؟ يعني حتى نحن بروسيس الجنرال سواء كان كيميكال أو فيزيكال. يعني من أقول التفاعل مو إلا تفاعل كيميائي، مو إلا مادة حامضية ويا قاعدة تدفع نقطة الملح، حتى تفاعل فيزيائي اسمه عملية الأبزوربشن. أوكي؟ عملية الأبزوربشن بها مثلا عنصر داخل بالتفاعل اليمنية اللي هي مثلا وجود الدواء داخل الستومر وجود الحامض اللي ينفرز المعدة تفرزه. وش يعني؟ مثلا هسه راح نشوف هاي القضية. يعني أي تفاعل كان سواء كان فيزيائي أو كيميائي، احنا نحكي عن بروسس. تشوفون هاي كلمة بروسس؟ نتكلم عن بروسس. هاي البروسس سبق وان قلنا البروسس قد تكون فيزيكال وقد تكون كيميكال. قد يكون تفاعل كيميائي مثل احنا نعرفه تفاعل أكسدة، تفاعل اختزال، تفاعل يعني أسيد بيز، تمام؟ أو قد تكون لا فيزيكال رياكشن، عملية ترانسفير أوف دراج، عملية أبزوربشن. عملية adsorption يعني امتزاز، كلهم ذني physical process كلهم بهن رايت. اوكي حبايب، فالاوردر هو منو من ايش كم مادة داخلة بالبروسيس وجاي تأثر على سرعة التفاعل. إذا ولا مادة يسموه zero order، إذا ولا مادة فهذا zero order، إذا مادة واحدة هذا first order، إذا مادتين هاي يسموه شنو second order. هو على شيء second order ما عندنا شيء اسمه third order. أكثر شيء يأثر على سرعة التفاعل هو مادتين اللي هو second order.
هل هنا واضح يا مو واضح؟ طيب هذا واضح بركي على The reaction order is of different types. قلنا من ثلاث أنواع. أول نوع هو first order اللي هو أشهرهم وأكثرهم انتشارا وأكثرهم أهمية. صوت بعيد. يلا هسه نحاول يعني نقرب المايك. فال first order هو أفضلهم وأقواهم وأحسنهم. يعني شنو أحسنهم؟ قصدي يعني أكثرهم انتشارا بالصيدلة. هذا هو first order. أوكي يعني هسه الصوت اللي تسمعوه واضح إخوان يو في مشكلة صوت. الصوت واضح يا في مشكلة اخوان؟ هسه الصوت احسن ان شاء الله. طيب توكلنا على الله. اذن الفيرست اوردر هو يعني التفاعل الدرجة الاولى هو اهم تفاعل عندنا احنا بالصيدلة. شنو هذا الفيرست اوردر؟ The rate is determined by one concentration term. ما سبق قلنا مطولة first order إيش كم مادة مؤثرة على التفاعل؟ مادة واحدة. بالمناسبة إحنا نحكي هسه نرجع نقول نقول تفاعل بعد تفهموها تفاعل فيزيائي أو تفاعل كيميائي. نحكي على process الآن. هاي أول ملاحظة. الملاحظة الثانية the rate is determined by one concentration term. أنا إيش كم متفاعل عندي هنا؟ ترى مو إلا اثنين، مو إلا بس مادة ويا مادة. احتمال عندي ثلاث مواد يتفاعلون مع بعض، أربع مواد، عشر مواد. أنا جبت خلطة مواد. جبت خلطة أسيد وبيز خليت وياها بعد مادة أخرى خليت وياها بعد ملح وكذا خلطت أربع خمس مواد. لكن هاي أربع خمس مواد فقط مادة واحدة من ضمن أربع خمس مواد جاي تأثر على سرعة التفاعل. وإن كان أنا عندي فت خمس ست مواد عشر مواد خالها بالخلطة بس فقط مادة واحدة جاي تأثر على سرعة التفاعل. هسه راح أسميه first order. اللي أريد أقوله إنه التفاعل البروسيس مو اللي بيه فقط عنصرين، مو اللي فيها فقط مادتين، قد يكون فيها خمس مواد، ستة، سبع مواد، لكن مادة واحدة فقط تركيزها دا يأثر على التفاعل، كل ما زيد تركيزها، كل ما زيد التفاعل، حين أذن راح أسميها first order. واضح هاي الملاحظة؟ واضح، زين. It is the most important process in pharmaceutical science. أكثر شيء عندنا بالصيدلة هو الـ first order. ذاك هو أكثر شيء أهمية. طيب. نعني دراك بيعطيكم أمثلة على first order. أعطينا example على يا تفاعلات على يا processes اللي هي first order. Give me an example. إيش يجيك في الامتحان. Give me an example on a process that follows first order reaction kinetic. شو راح تقول لي؟ بالدكتور عندنا هواية من drug decomposition on storage يعني كثير من الأدوية من تتلف بالخزن هي شنو هاي first order عملية التلف مالتها التفاعل مالتها الاكسباير مالتها بعد absorption of drugs from stomach هاي شنو هاي first order هواية عندنا first order معظم فعاليات الجسم معظم فعاليات الأدوية هي first order تمام يا شباب سؤال ماخذين ادم بروسس سامعين هاي ادم بروسس اللي هي اي دي ام اي ادم بروسس سامعين بها ولا اكو شيء يسمون ادم بروسس هاي مختصر ادم هي مختصر سامعين بها الادم ولا هاي الاي مختصر مال ابزوربشن الدي مختصر مال شنو مال ديستريبيوشن الام مختصر مال ميتابوليزم الاي شنو هي مختصر مال اكسكريشن هاي بالفسلجه حتى احنا بالصيدله نحتاجها يعني درس الفيزيكال فارماسي بالفيزيولوجي راح تاخذهم بالبايو فارماسي ان شاء الله بالرابع كلها شغلنا على هاي الادم بروسيس الابزوربشن عمليه امتصاص الدواء ورا ما امتصاص الدواء شو يصير بيه؟ يصير بيه ديستريبيوشن يعني الابزوربشن صار بالستومان لكن شلون يوصل الدواء من الاستومك للبرين او يوصل للمصل او يوصل للكدني من شلون دا يصير فيه دا يصير فيه ديستربيوشن هو دا يطير الطياره الدم دا يوزعه بكل انحاء الجسم هاي عمليه ديستربيوشن صح؟ من يوصل للليفر شو يصير فيه؟ من يعرف للليفر للكبد شو يصير فيه؟ الدواء وصل الدم جابه دخله داخل الليفر شو يصير فيه؟ من يعرف؟ ما نقول تحلل أكو كلمة أدق
ولا هضم، هضم دايجستشن مو هاي، تحلل الهضم يصير بالاستومك باول مرحله بالابزوربشن. بس ما الان شنو الان؟ من يوصل للليفر شو يصير فيه؟ عافيه يصير فيه ميتابوليزم، من يوصل للليفر يصير فيه ميتابوليزم ايض يتايض تمام؟ زين الاكسكريشن وين هذا؟ بيا مكان اكسكريشن؟ اكسكريشن يعني طرح او افراغ او افراز طرح خارج الجسم، وين يصير هذا الاكسكريشن؟ وين؟ يصير بالكدني، بالكدني بالكلى اوكي؟ absorption يصير بالستومك، distribution بالبلاد، metabolism بالليفر، excretion بالكدني. واضح؟ فهاي العملية الادم بروسس اي دواء تاخذه اي اكل حتى الاكل الان تاكل لك قطعة لحم، قطعة لحم مو بيها احماض امينية، اللحم فيه فيتامينات فيه احماض امينية، اول شيء يصير فيه absorption بالستومك دخل للبلاد راح يوزع لك هالفيتامينات، يوصل للليفر يكسرها حتى الجسم يقدر يستفيد من عدم ميتابوليزم يسوي لها ايض، واخر شيء الجسم يتخلص من الفضلات وين؟ بالاكسكريشن سواء بالكدني او عن طريق الجي اي تي. تمام يعني؟ هو الكدني اكثر واحد هو الكدني. طيب فاذا هاي الادم بروسس، هاي الادم بروسس فيها؟ عشان ليه جبت هاي كلمه الادم بروسس؟ ليه جبتها؟ الادم بروسس هي كلها عباره عن فيرست اوردر. الادم بروسس هي كلها فيرست اوردر. الا عندنا بعض الحالات استثناءات اللي فيها انزيم، اي شيء فيه انزيم بعدين ان شاء الله اعلمكم عليه بالثالث والرابع يصير فيه فتح حاله خاصه، الا معظم حالات الادم بروسس اللي هي الابزوربشن، ديستربيوشن، ميتابوليزم، اكسكريشن هي كلها شنو؟ كلها كلها فيرست اوردر. فيرست اوردر. اوكي حبايب؟ هسه انا بعطيكم مثال عن ابزوربشن، ابزوربشن منه هو حرف الاي. والديستربيوشن ان فيرست اوردر، والميتابوليزم ان فيرست اوردر. والاكسكريشن هم فيرست اوردر. واضح يا مو واضح؟ واضح جيد واضح. والبقيه اخوان واضح؟ بس فاطمه معناتها واضح؟ والبقيه واضح يا مو واضح؟ هذا موضوع مهم. زين ممتاز. الان ما طول واضح الا كومشتكم قشمرتكم لزمكم الان بالفخ. اذا واضح، اذا واضح يعني شلون واضح؟ وهو تعال تقول لي، تعال تقول لي يا دكتور تقول لي واضح وهي فيرست اوردر، يعني شلون فيرست اوردر؟ يعني بالكدني او بالليفر او بالبلاد او حتى بالستومك. هنا عمليه الادم عندنا الاي هاي بالستومك، الدي بالبلاد، الان بالليفر، والاي بالكدني. بدنا كنا فيرست اوردر، يعني شلون فيرست اوردر؟ شلون تاثير ماده واحده تاثر على التفاعل؟ هاي شلون هاي؟ هاي مو واضحه ما فهمناها. اذا واضحه تعال اشرحوا لي اياها، اسال واحد تحت المايك يشرح لي اياها. واذا مو واضحه لا شو قلت تكون واضح؟ يلا خلصوا نفسكم. دكتور احنا عندنا الماده هي اللي مثلا الاكل او الدواء اللي راح ناخذه. نعم. هي هاي اللي تسوي تاثير، بينما عندنا المواد اللي بالجسم هي تقريبا ثابته. زين. اساور اذا هي ثابته لا شلون صار فيرست اوردر؟ اذا ثابته صار زيرو اوردر. لا يعني قصدي مو ثابته، وانما يعني التاثير يعني صار التاثير هو حسب هذا الشيء الداخل. يعني. هو اللي يسوي التاثير. يعني بعد اساور ممكن الجواب ما عجبنا هذا الجواب، اريد اعرف الجواب احلى. هو صحيح بس اريد اعرف الشيء ادق. من بعد تفضلي داخل ويانا. شلون هاي العمليات هي فيرست اوردر والفيرست اوردر اكو فشيء ياثر على سرعه التفاعل، شلون هذا يعني شلون ياثر على سرعه الابزوربشن؟ شلون ياثر على سرعه الميتابوليزم؟ من اللي ياثر وشلون؟ انت اللي تقول هاي التفاعلات كلها فيرست اوردر. والفيرست اوردر بسرعه التفاعل تعتمد على ماده واحده فقط. شنو هاي الماده اللي تغير سرعه التفاعل؟ شلون تتغير؟ شو هاي مو واضحه؟ اذا مو واضحه شلون احنا كتبنا واضحه؟ يمكن تقشمرنا. يا ابي شلون نرجع؟ نرجع فلوسنا بطلنا، شلون نرجع؟ راح نكتب مو واضح، دكتور بكر تعيد لنا مو واضح. شو تقولون؟ ترى انا ما رجع من ابيع بعد ما رجع، الحاجه لا تبدل ولا تستبدل، افحص هنا وروح. بس اطلع من باب الصيدليه بعد انا مسؤول. شو تقولون؟ هل نستغلكم؟ الريتاج يقول وضح السؤال، الريتاج عيني. هذا عينه ماكو ضمان، افحص هنا وروح.
رتاش تسأل تقول بس السؤال عيدنا رتاشين. إحنا الآن موضوعنا هو first order. شوف العنوان شنو first order قدامكم هذا first order. قلنا first order تتأثر بسرعة مادة واحدة فقط، يعني هي بس مادة واحدة تأثر على سرعة التفاعل. إذا عندي مادتين ثلاثة عشرة داخلات التفاعل ده فقط مادة واحدة اللي هي تتأثر على سرعة التفاعل. ثم ما زي التركيز هذه المادة ثم ما زي سرعة التفاعل. مو هيك زين. وطعنا أمثلة على first order. لأن أمثلة مثلاً reduced decomposition عاد حكينا، وقلنا الأبزوربشن ها هو الأهم كله first order. أنا قلت مو بس الأبزوربشن، ترى الأبزوربشن، الديستريبيوشن، الميتابوليزم، الإكسكريشن، لأن كلهن first order. ما طول إنه first order فلازم نرجع نفس التعريف. الفيرست order بيتأثر بتركيز مادة واحدة فقط. حلو؟ من أزاي التركيز هذه المادة المفروض يزيد سرعة التفاعل، من أقل التركيز هذه المادة المفروض يقل سرعة التفاعل. حلو؟ طيب حلو. الآن عمليات الجسم اللي هي الآدم absorption, distribution, metabolism, excretion، يا مادة هاي اللي تركيزها كل ما يزيد يزيد سرعة التفاعل، شلون مدى نفتهم يعني شلون؟ أعطينا مثال وضح لنا. فأنا دا أقول لكم أنتم قلتوا واضح، فأريد واحد يشرح لي شلون سرعة التفاعل هاي التفاعلات اللي هي الآدم جا تعتمد على سرعة المادة. أريد واحد يشرح لي، هذا هو السؤال يا رتاج. أنت كتبت واضح، ما طول واضح كنتم تعالوا وضحوا لي شلون هاي السرعة تختلف، سرعة الأبزوربشن، سرعة الميتابوليزم، ديستريبيوشن، شو تقولون؟ دكتور هي العمليات تختلف يعني على حسب المادة هي نفسها الدراج، يعني مثلاً absorption distribution، واللي واحدة من الشغلات اللي تعتمد عليها إنه الذوبانية مالت اللي أخذناها إحنا، فكل ما يكون ذوبانيتي أكثر كل ما تزداد عملية مالت absorption، يعني الامتصاص يكون أسرع، الانتشار أكثر وهكذا. أمثل مهدي very good. أمثل مهدي ريحني باع شون باع أخوان، يعني أنا سنان عندي حباية فراسيتون، عندي حباية براستول. هاي البراستول مناخذ حباية براستول من 500 أوكي. سرعة الامتصاص من نحكي على واحدة واحدة، خلنا نحكي على واحدة عندي آدم براستول كلها راح أشرح أنا سرعة على حباية البراستول. الآن أخذت حباية براستول تركيزها 500 ملغرام. نبدأ أول شيء بالأي اللي هو أبزورشن. الأبزورشن من 500 ملغرام يجب يطول داخل الجسم، خلها الأرقام من عندي يطول في 10 دقائق تمام. خلها 10 دقائق خلصت عملية الأبزورشن. The process of absorption is ended within 10 minutes. حلو؟ طيب نبدأ العملية وراء Distribution. Distribution قد طول هم أرقام من عندي، طول 10 دقائق. الدم خلال 10 دقائق فرالك البراستول كل أنحاء الجسم، دخل على الدماغ، دخل على القلب، دخل على الكبني، دخل على الليفر. خلال 10 دقائق كل أنحاء الجسم طب لها البراستول. هاي جيد هاي 10 دقائق. نجي على الليفر خلال 10 دقائق. انا هال 10 حتى ايش بالسهوله اوضح لكم هيك، يعني امثال هيك تضرب ولا تقاس. خلال 10 دقائق الليفر البراستول كله سوى له ميتابوليزم، كله سوى له ايو دخل داخل الليفر وكله سوى له ميتابوليزم. وش يعني خلال 10 دقائق؟ طلع من الليفر راح نام بالكدني. خلال 10 دقائق كله طرحه طلعه بالادرار اوكي، كله حوله لليورين، صار بيك سكريشن. فهذا ما يخص 500 ملغرام. الان هذا السؤال اللي سألناه من ساعة. الآن نفس البراستامول، نفس البراستامول من ساعة أخذت حباية أمل 500 ملغرام، الآن حباية أمل 1000 ملغرام. إذا أخذ دول برانا بالألف 1000 ملغرام شو راح يصير؟ طالما زادت تركيز المادة من 500 إلى 1000 يعني، والعملية هي first order، عملية الأبزوربشن first order، فمن ساعة العملية البراستامول 500 ملغرام طول عنده 10 دقائق، المفروض هسه ال1000 ملغرام قد يطول عندي؟ من يعرف؟ ال500 ملغرام طول 10 دقائق، الان انا 1000 ملغرام المفروض قد يطول عندي؟ من يعرف؟ ساعة و40 دقيقة. ايش قد؟ ايش قد ما سمعت؟ اكتب لي 20 دقيقة. شكرا 20 دقيقة. اكتبوا لي على الشات هسه زميلكم ما لحق اقرا اسمه يمكن غدير يقول 20 دقيقه. شو تقولون انتم 20 دقيقه؟ هي 500 ملغرام طولت 10 دقائق، الان انا اخذت 1000 ملغرام، والقضيه هي فيرست اوردر. بدنا نحكي على حبايه داخل الاستومك، والاستومك عمليه ابزوربشن بيها، والابزوربشن فيرست اوردر. زين تطول كتبوا لنا على الشات
عشان تدعمي لكم الغبيه تقول 20 دقيقه، لان ابو 500 10 دقائق، فاول 20 فاول 1000 20 دقيقه. ونرجع نقول هي العمليه فيرست اوردر، تعتمد على تركيز البراستامول، تعتمد على تركيز الماده. شو ما حد يكتب على الشات، كتبونا شباب. ايش تتوقعون الجد مو شر؟ ريتاج، ريتاج كتبنا ايش قد تتوقعين؟ ايش قد تتوقعون يعني احنا غير حتى نوصل لكم فكره؟ نفس الوقت بس النسبه تختلف، اساور اقول نفس الوقت بس النسبه تختلف. يعني شلون هم 10 دقائق ريتاج؟ اساور عفو؟ يعني ابو 500 ملغ طول 10 دقائق، ابو 1000 ملغ هم يطول 10 دقائق؟ احتمال اكثر، يعني ايش قد احتمال اكثر؟ 20 دقيقة؟ سووا شجعان كتبوا لا تخافون، كتبوا لنا ارقام اقل من 20، يعني ايش قد؟ حيدر عباس ايش قد اقل من 20؟ يعني ايش قد؟ 10 الاقل من 20 10، هيك شيء يعني؟ يو صفر هم اقل من 20. زينة تقول 5 دقائق. اي كتبوا لنا مثل زينة، شلون زينة كاتبة ايش رقم؟ فاطمة تقول 10، فقط 10. أحمد يقول 5 10 مهدي حبايب نعيم حبايب هو من كان 500 ملغ طول 10 دقائق واحنا نقول هاي العملية فيرست اوردر من يزيد تركيز المادة يا مادة اللي هي البراستول احنا جبنا اسم مثال البراستول كان 500 ملغ طول 10 دقائق الآن زاد تركيز المادة صار 1000 ملغ وطالما فيرست اوردر طالما ان هاي القضيه هاي البروسيس اللي هي الابزوربشن هي فيرست اوردر فاذا المفروض راح يزيد سرعه التفاعل يزيد سرعه البروسيس عندما يزيد سرعه الماده وفعلا الان من حولناه الى 1000 ملغ راح يزيد سرعه التفاعل مو كان مال ابزوربشن يطول 20 دقيقه لل 1000 ملغ راح يطول مثلا 13 دقيقه راح يطول مثلا 14 دقيقه شايفين شلون؟ يطول جزء 17 دقيقه المهم يوصل لل 20 ليش؟ لان كل ما تزيد تركيز الماده كل ما راح يزيد سرعة الابزوربشن تمام؟ فأنت من كان عندك 10 ملغرام طول 10 دقائق الآن من صار عندك 1000 ملغرام خلينا نقول يطول 15 دقيقة شايفين شلون؟ إذا تعطي 1500 ملغرام شو قد يصير؟ ما يصير 30 دقيقة ولا يصير 25 دقيقة يجوز يصير 23 دقيقة 22 دقيقة وهكذا كل ما تزيد سرعة كل ما تزيد تركيز المادة كل ما راح يزيد التفاعل سرعته أكثر واضح شلون؟ هذا هو الفيرست اوردر هذا شنو هذا؟ هذا فيما يخص الابزوربشن كذلك الديستربيوشن حرف الدي ديستربيوشن هاي ان شاء الله بعدين بتكون يعني الديستربيوشن توزيع الدواء بالدم قبل 500 ملغ طول 10 دقائق الان صار 1000 ملغ ما يطول 20 دقيقه يلا الدم يوزع يطول 15 دقيقه الميتابوليزم كان 10 صار 15 الاكسكريشن كان 10 صار وهكذا الفيرست اوردر هيك يزيد كل ما زيد تركيز الماده كل ما راح يزيد البروسيس الان واضح يا مو واضح على هذا المثال اكو سؤال يا ماكو سؤال هذا موضوع مهم اخوان اكو سؤال ترى بالامتحان هيك اجيب لكم نرجع ونقول انا كل فتره اعطيكم فكره عن الامتحان راح اجيب لك هيك كيسات لان هو الاسئله الالكترونيه ما تتحمل انه اسئله مقاليه راح اجيب لك هيك عندك تفاعل هو فيرست اوردر احنا اعطيناه تركيز هالقد اذا زدنا التركيز ايش تتوقع حسب سرعه التفاعل؟ 10 دقائق 20 دقيقه 30 دقيقه 0 دقيقه راس الطلقه 5 دقائق اوكي فانت تكون فاهم حتى تقدر تجاوب واحتمال طالب يجاوب طالب صف يجاوب غير جواب واحد ما يعرف جواب الثاني صحي ولا واحد ما يعرف بالثاني اجوبته صحي ولا فانت فاهم يا تقدر تجاوب لان هي الماده هي فيزيكال فارماسي ماده مهمه من جهه وماده فيها شغله فيزياويه فيها شغله رياضيه وشغله فهم شايفين شلون؟ اللي ارجو من جنابكم تركزون بالماده ويعني تفهموها اي سؤال اكتبوا انا حاضر على داخل المحاضره او على جروب مال تليجرام اللي احنا سوف انشأنا زهراء تسأل يعني دكتور يعني كل ما تزيد تركيز المادة يقل الوقت نعم زهراء هو شلون بيقل الوقت زهراء؟ لأن يعني سرعة التفاعل جاي تزيد احنا قلنا فيرست اوردر شوف اول سطر
الريت مالته السرعه مالته على ما تعتمد على تركيز الماده. فكل ما تركيز الماده يزيد راح يزيد السرعه، من زادت السرعه ايش راح يصير؟ راح يقل الوقت. يعني انا اسوي مثال زهراء بالله وياك، من اسافر من بغداد للكربله، ها من اسافر بغداد للكربله دام في سرعه 100 كيلومتر بالساعه، يطول القضيه طول ساعه، لان مسافه بين بغداد والكربله 100 كيلومتر. فإذا أنا أطول يعني أمشي بسرعة 100 كيلومتر بدون توقفات بدون سيطرة بدون أي شيء، نفرض أنا كلها ثابت عن 100 كيلومتر بالساعة، وهي المسافة 100 كيلومتر، فالمسافة بين بغداد كربلاء أقطعها بساعة، هذا أمشي 100 كيلومتر بالساعة. أما إذا أمشي بسرعة 150 كيلومتر بالساعة، زيد سرعة التفاعل، زيد سرعة المشي، قد راح أوصل لكربلاء؟ راح أوصل لكربلاء 3 أرباع ساعة أقل الساعة، شايف شلون؟ فهي هي المسافة ثابتة بس أنا السرعة زيادتها. نفس الشيء هنا، انت هنا من زيادة سرعة المادة، من زيادة تركيز المادة، زيادة سرعة التفاعل، ولا هي مادة يعني المادة 1000 ملي غرام كانت 500 سوتها 1000، صار زاد سرعة الابزوربشن، ممكن ما يطول 20 دقيقة طول 15 دقيقة. نفس المثال مال بغداد كربلاء، ممكن ما طول القضية ساعة سوتها أقل من ساعة، وهكذا، كل ما تزيد سرعة التفاعل راح يقل الوقت، وهذا الشيء اللي احنا نريده. تمام؟ يلا من عنده بعد سؤال اخوان، لا حد يستحي يسال، اهم شيء يعني يكون المادة فاهمينها تماما، لان هاي الاوردر راح يبقى وياك من العمر كله، قلنا بالبكالوريوس بالماجستير بالدكتوراه، شايفين شلون؟ لحد ما انت ما طول مرتبط بالعلم والعلماء والدرس والتدريس والبحوث، انت تحتاج الكانت. اما اذا رحت تركت العلم وكذا بعد احنا ما لنا شغل به، اوكي يعني؟ فهذا الكانت كلش مهم، كل شغلنا به. اوكي اساور امثله اكثر، اساور هذا مثال بغداد كربلاء، هذا هم مثال اليوم كله، اليوم اسوي لكم مثال على الطبخ. اساور اليوم شنو غداكم؟ اساور اليوم ايش طابخ بالبيت؟ اساور صباح اليوم ايش طابخ؟ ايش طابخين غدا؟ ما تدرين؟ الخطيه براس الماما، الاكل براس الماما. الله ان شاء الله يحفظ امهاتكم ويعطيهم الصحه والعافيه. اليوم اذا احنا طابخين مثلا يعني مرقة دجاج، طابخين دجاج، اذا حراره ال او دنشوي دجاج، حراره ال الاوفن خلينا نقول 150 درجه مئويه، يطول شوي الدجاجه مثلا ساعتين. بس هاي امثال من عندي. اذا زيدت الحراره، خوش زيدت الحراره مال الاوفن، مو كان ساعتين يصير الشوي مالته، يصير ساعه واحده. شايفين شلون؟ اذا هنا الحراره لا مو لهالدرجه، مو نحرقها اساور، ترى انا مطبخ خمع عجبي كان خوش اطبخ. لا مو نحرقها، يعني زيدنا الحراره من المعقول، مو كان ما كان الحراره يعني 100 درجه سوينا 150 درجه زيدناها شويه. فمو كان ما الدجاجه تستوي بساعتين راح نسويها بساعه، ساعه ونص. سويت انا انها من الشغله زيدتها، زيدت سرعه التفاعل اساور، يا الشغله الان اللي غيرتها وغيرت سرعه التفاعل. في مثال الشوي مال الدجاجه شنو تغير عندي؟ الحراره فيري جود. كل ما زاد تركيز الحراره كل ما زاد سرعه التفاعل، مو كان ما الدجاج نشويها بساعتين راح نشويها بساعه ونص او ساعه. فكل ما ازيد تركيز الحراره، يعني انا معتمد يعني على الحراره، كل ما شنو كل ما راح يصير تفاعل اسرع. تمام عيني؟ زين هسه نفس المثال مال الدجاجه، لان الدجاجه يعني خوش امثله، وراكم غدا وجوعانين كذا حتى شويه تستوعبون. دجاجه عين هيك مقرمشه وفوقها نوم حامض ومنها مقبلات والبيبسي ابو الثلج. راح اليوم 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 الغدا دسم ان شاء الله بالعافيه. اوكي يعني صحه وهنا ان شاء الله يا رب. نفس هذا المثال مال الدجاجه، شوف انا ايش كم شغله عندي بالتفاعل مال الشوي مال الدجاج. عندي اول شيء الحراره، هذا عنصر مهم. زين سؤال، نوع الدجاجة، وزن الدجاجة، خال بها التتبيلة، كمية التتبيلة الخالها، هاي مو عوامل موجودة بالتفاعل مو موجودة؟ يأثر يوم يأثر وزن الدجاجة، يعني دجاجة صغيرة دجاجة شوية أكبر، أو مثلا خال بها تتبيلة يوم خال يوم مثلا نوع الدجاجة، هذه هل هي مؤثرة يوم؟ يعني هو يأثر أسهل بس مو ذاك التأثير. من التأثير المهم عنده بالتفاعل؟ يا هو التأثير الحقيقي اللي هو مؤثر، لأن يعني أنا خال كركم يا خال بهارات يعني
بريان نفرض رشيت على الدجاجة، مرة رشيت كركم، مرة رشيت بهارات برياني، مرة دجاجة وزنها كيلو، مرة وزنها كيلو وربع، هذا هو دي أثر على التفاعل. الحرارة جاءت أثر، الحرارة هو العنصر المادي دنيجة، هيك دنيجة يعني تأثيرها كلش هامشي أو يكاد يكون معدوم. أنا دجاجة الحرارة سواء دجاجة وزنها كيلو أو كيلو ربع أو حتى كيلو ونص راح يزيد سرعة التفاعل. أما أنا مثبت الحرارة وجبت مرة دجاجة أم الكيلو، دجاجة أم الكيلو ربع، إذا هي الشوى مالتها ساعتين يصير ساعة ونص، يصير ساعة ما يصير، لأن هو الحرارة اللي هي العنصر الأساسي، لأن عوامل مو مؤثرة مو مهمة. فهنا سرعة التفاعل بالحقيقة تعتمد على الحرارة وليس على نوع البهارات وليس على نوع الدجاجة، هل هي دجاجة مال مصلحة، دجاجة مال مدري شنو كذا، هاي شغلات يعني هاي الأمور تأثيرها يكاد يكون معدوم. هذا التفاعل، التفاعل الأساسي يعتمد الآن على الحرارة، كل ما زيد حرارة المايكرويف أو الأوفن كل ما راح تزيد سرعة التفاعل. هسا هذا واضح يا مو واضح أساور يا بنات؟ واضح هذا التفاعل أو هذا المثال؟ يعني إحنا زينا جبنا المثال الدجاج يعني تقريب الصورة، يعني هو مؤثر بس قد تأثيره مثل تأثير الحرارة؟ إذا جبنا تأثير الحرارة وخلينا يوم تأثير الوزن، أكو مقارنة يوم ماكو مقارنة؟ يعني حرارة بنصعدها من 100 إلى 200 درجة مئوية، شو يصير بالتفاعل؟ شو يصير بالشوي؟ زين عبد الرحمن، زيدنا الحرارة من 100 إلى 200 درجة مئوية، شو يصير بالتفاعل؟ ينقلب قلب، يصير كلش قصير. وش يعني؟ إذا الحرارة زيدناها راح يصير كلش التفاعل سريع، شايفين شلون؟ أما إذا الوزن، غيرنا الوزن، جبنا دجاجة أم الكيلو ودجاجة أم الكيلو وين؟ خوش؟ والحرارة ثابتة أو حرارة قللناها، شو يصير بالتفاعل؟ مو ذاك التغير الهواية. فإحنا نحكي على العامل المؤثر بالتفاعل، عامل المؤثر بالتفاعل ما الشوي هو الحرارة. واضح شلون اخوان؟ هذا المثال هو مثال بس تقريب الصوره، هذا مو مثال علمي، مثال شيء بس حتى اقرب لكم يعني الصوره. واضح يا مو واضح اخوان؟ واضح؟ اذا واضح اكتبوا له حتى نحول على النوع الثاني. زين اوكي، البروسيس proceeds in a constant percentage. هسه عندنا العبارة كلش مهمة. يقول لك first order process proceed. شنو proceed؟ يعني تمشي تستمر تسير in a constant percentage. يعني شنو constant percentage؟ عندي نسبة ثابتة وليس كمية ثابتة. قال constant percentage شنو ظللها بالأسود؟ وليس constant amount. هاي شنو؟ هاي مراد لها يعني وقفة، مراد لها وقفة يعني مهمة هاي السالفة. constant percentage وليس constant amount. يعني شلون؟ الان راح نجيب لنا فد مثال ونسولف عنه يعني سويه بعد ان نكتب، يعني نكتب ملاحظاتنا. بنقول constant percentage مثلا اللي عندي الان رقم 100 دواء تركيزه 100 ملي جرام. اوكي تشوفون الصوره؟ تكتبون على الشات، اكتب انا على الوورد، تشوفون؟ اكتب 100 ملي جرام. اذا طلعت من الصوره اخوان اكتبوا لي. واضح؟ ماكو؟ دقيقه. رجعت عندكم الصورة؟ هسه الصورة رجعت يوم رجعت؟ اخوان هسه الصورة رجعت عندكم عيني؟ زين
اي يعني انا دا احرك الماوس تشوفون يعني ظللت هذه العباره the process proceed and a constant percentage ظللت هذه العباره proceed. طيب بس احنا ايش كان هل سأظهر لكم الصورة؟ طيب زين هسا هنا شو يقول هنا بعد شو يقول بال يعني بال بالسلايد يقول the process proceeds in constant percentage. شنو process يعني proceeds in constant percentage؟ خلي هسا يعني ناخذ نفس المثال نشرح عليه. عندي قال constant percentage بمعنى الآن إذا عندي أنا 100 ملغرام أو تخيلوا عندي 100 ملغرام عندي 100 ملغرام تشوفون ده يكتب 100 ملغرام واضحتكم الصورة واضحة 100 ملغرام بصلاحتكم. طيب الآن هذا 100 ملغرام ده يقول هذا التفاعل first order يمشي طريقة البرسنتج وليس الأموات مو كونستانت أموات. بمعنى شو نفرض أنه عندي تفاعل عندي تفاعل التفاعل كيميائي أو تفاعل فيزيائي السرعة مالته هو 10% 10% per hour 10% لكل ساعة. بمعنى إذا أنا عندي 100 ملغرام بأول ساعة نفرض هي القضية قضية absorption أفرض أنا عندي الآن أعطيت البيشنت أسبرين اسبرين يجيب التركيز مالته 100 ملغرام كاتب لك اني قايل لك بالكتب انه سرعه امتصاص الاسبرين هي فيرست اوردر وسرعته هي 10% بير اور لكل ساعه يجي يمتص من عنده 10% فهسه 10% اذا انت حبايه للبيشنت تركيزه 100 ملغرام باول ساعه يجي راح يمتص من عنده من يعرف حبايه اسبرين 100 ملغرام وسرعه امتصاص مالته 10% بير اور لكل ساعه 10% بالساعه الاولى يجد راح يمتص داخل جسم الانسان من يعرف شو تقولون اول السرعه مالته 10% بير اور 10% لكل ساعه هو تركيزه 100 ملغ ترى واضحه عافيه رتال. إذا بأول ساعة very good عافية فاطمة عافية الشباب. إذا بأول ساعة ده يصير عند امتصاص 10 ملغرام. أوكي إذا هو قال لك السرعة مالته زيادة 10% فبأول ساعة 10 ملغرام. زين من صار أول ساعة 100 ملغرام بأول ساعة راح من عنده 10 قد بقى داخل المعدة بقى 90 صح؟ راحت ال 100 صار 90 صحيح ولا؟ بالساعة الثانية قد راح يمتص من عنده؟ زيادة 10% 10% هي نسبة ثابتة عافية 9 90 10% ما 90 هي 9 فبالساعة الثانية حمتاز 9 زيادة بقى من عنده بقى من عنده 81 الساعة الثالثة زيادة امتص من عنده هو 8.1 أساور 8.1 خلينا نقول 8 حتى للتقريب 8.1 خلينا نقول 8 صحيح ولا بالساعة الثالثة 8.1 خلينا نقول 8 يعني ايش قد راح يبقى 81 ناقص 8 يبقى 63 63 صح بالساعة الرابعة ايش قد راح يمتص من عنده الساعة اللي وراء الساعة الرابعة طبعا احنا مثبتين 10% لكل ساعة 10% هسه الساعة الرابعة قد راح يمتص من عنده؟ هو بقى 63 ملغرام قد راح يمتص؟ لا ستة من رتاج ليش 2.5؟ خطأ رتاج هو 10% 10% من 63 ايش قد؟
6.3 عافية إذا قد أساوي راح يمتاز 6.3 خلينا نقول 3 نوخرها للسهولة نوخر البوينت هذه يبقى 6 بالساعة الرابعة راح يمتاز 6 وخر 6 من رقم جدا راح يصير جدا يبقى عندي 50-57 صحيح؟ وهكذا إذن كونستانت برسنتج هي ثابتة برسنتج تمام؟ في كل ساعة عند 10% على 10% في كل ساعة يمتاز 10% شوف أول ساعة إذا ترجع للشات بأول ساعة كان يمتاز عندي 10 ثاني ساعة طلع عندي 9 ثالث ساعة طلع عندي 8 رابع ساعة طلع عندي يعني 6 وهكذا تشوفون شلون يعني هي constant percentage في كل ساعة عندي نسبة مئوية ثابتة هذا منو هذا؟ هذا first order حتى الميزة عن باقي عن zero order لا يختلف zero order إن شاء الله شوية راح نوصل للزيرو order راح نشوف شنو فرق الزيرو order عن first order هسا هاي واضحة يا مواضحة أخوان ان موضوع الكونستانت بيرسنتج النسبه الثابته النسبه الثابته بالفيرست اوردر واضح يا مو واضح نعيده مهدي هسه مهدي يقول ممكن نعيد المثال نعم مهدي احنا عندنا بالفيرست اوردر جاي لك البروسيس continues or proceed in constant percentage بمعنى انا عندي في النسبة مئوية ثابتة هاي يكون وين في first order اوكي يعني سرعة التفاعل تعتمد على نسبة مئوية ثابتة وطيناكم مثال انا اللي عندي حباية اسبرين الاسبرين تركيزه 100 ملغرام هو مطيك بالسؤال قال لك يا ترى الاسبرين بعد الامتصاص مالته 10% 10% اوش سرعة امتصاص الاسبرين خلينا نكتبها هنا 10% هاي سرعة امتصاص الأسبرين كل ساعة في كل ساعة 10% من الأسبرين سبي أبزوربشن هسه ما هدي خليك وياي بأول ساعة أنا طيت الحباية تركيزة 100 ملغرام هو قايل لك بالسؤال إنه سرعة امتصاص الأسبرين هو 10% فش قد تتوقع بأول ساعة سبي امتصاص 100 ملغرام قد من عدا يمتص قد يدخل للجسم بأول ساعة عافية مهدي بأول ساعة ال 10% من 100 ملغرام مثل 10 ملغرام فبأول ساعة امتص 10 قد يبقى عندي مهدي قد راح يبقى عندي بالستومك 90 very good هاي أول ساعة طبعا على الساعة الثانية الساعة الثانية جد الأبزوربشن مالته هم ثابتة 10% هاي ثابتة من هي ما تتغير 10% ثابتة صحيح بالساعة الثانية بالساعة الأولى كان عندي 100 ملغرام فصار امتصاص 10 ملغرام الساعة الآن هسه الثانية بقى عندي 90 ملغرام بالستومك 10 راحت هسه 90% ايش قد يصير بها absorption؟ لا ما عندي خطأ لا احنا ايش نريد؟ نريد 10% ال 10% من 90 ايش قد؟ ال 10% من 90 ايش قد؟ 9 تسوي نسبة وتناسب ال 10% يعني عشر يعني 9 صحيح ولا مهدي؟ ها فال 90% طلع معناتها 10% ايش قد اكتب لي على الشات 9 هسه صح يا مهدي عاشت ايدك اذا بالساعه الثانيه طلعنا من عنده 9 وليس 10 اول ساعه نعم كان 10 ثاني ساعه طلعت 9 زين نقصت 9 من 90 قد راح يبقى مهدي قد راح يبقى 81 اخوان تتبع انت ويا مهدي حتى تستفيدوا من هاي الاعاده الآن دخلنا بالساعة الثالثة بقى عندي بالستومك 81 يلا يا مهدي طلع لي النسبة مال 81 هي 10% قد راح يطلع من الستومك وش قد يبقى؟ قد يصير فيها ابزوربشن قد يبقى؟ ال 10% مال 81 ايش قد؟ عافية تقريبا 8 فيري جود مهدي نقص 81 ناقص 8 قد راح يبقى؟ 73 73 تمام؟ الساعة اللي وراها قد راح يطلع؟ ايش قد يبقى؟ تقريبا 7 هي 7.3 عافيه تقريبا 7 ايش قد راح يبقى عن مهدي؟ ناقص 73 شنو عنده 7 ايش قد راح يبقى؟ بالله وهكذا مهدي هسه واضحه يعني مهدي؟ اذا في كل ساعه ليصير عندي ابزوربشن 10% في كل ساعة هسه هاي ال 10% أول ساعة مقدار ال 10% طلع 10 ملغرام صار في ابزوربشن
ثاني ساعة صار 9 ملغرام، ثالث ساعة صار 8 ملغرام، رابع ساعة صار 7 ملغرام، وهكذا وهكذا. فالعشرة بالمئة هي صح، العشرة بالمئة ثابتة، لكن الأرقام لا تتغير. ليش؟ لأن جزء دا يسميه absorption، وده نأخذ إحنا 10% من المتبقي داخل الاستومات. فهي 10% مرة تصير 10 ملغرام، مرة تصير 9 ملغرام، مرة تصير 7 ملغرام، وهكذا. في كل ساعة دا تتغير كمية المادة الممتصة، لكن النسبة تتغير يا ما تتغير شباب؟ النسبة هاي 10% تتغير يا ما تتغير؟ بالنسبة للفيرست أوردر. لذلك هو إيش قال هو قال constant percentage. لذلك هو إيش قال بالسلايد، إيش قال بالمحاضرة، قال constant percentage، النسبة ثابتة 10% 10% ما يصير بها تغير. لكن إيش يتغير عندي؟ يتغير عندي الأرقام. يعني 10% بأول ساعة كانت 10 ملغرام، ثاني ساعة صارت 9 ملغرام، هناك صارت 8 ملغرام، هناك صارت 7 ملغرام، وهكذا إلى أن تخلص كل المادة. آخر ساعات بالأخير اللي يبقى في شيء كل شيء داخل الاستومات بحيث العشرة بالمئة جد يطلع واحد من الغرام. إذا آخر شيء بقى عندك 10 من الغرام، يعني والله خليكم وياي. إذا استمرينا بعملية الأبزوربشن، استمرينا عيني، استمرينا بعملية الأبزوربشن وبقى من الدواء، إيش قد بقى آخر شيء بقى 10 من الغرام داخل الاستومات، تمام؟ 10 من الغرام، فالعشرة بالمئة مات، العشرة بالمئة ما العشرة ملغرام إيش قد تصير؟ واحد، عفيا واحد. يعني إحنا بدينا بالبداية بأول ساعة بدينا بعشرة ملغرام الأبزوربشن، ثاني ناقص تسعة ناقص ثمانية وناقص سبعة، هسه وصلنا إيش قد؟ وصلنا واحد ملغرام. وهذا وهكذا تنقص الواحد يصير بوين تسعة، بوين ثمانية، بوين سبعة، بوين ستة، إلى أن نصفر هاي المادة تماما هنا داخل الاستومات، تصير إيش قد؟ تصير زيرو. العشرة بالمئة ما زيرو إيش قد؟ العشرة بالمئة ما زيرو، زيرو. الآن تخلص عملية الأبزوربشن، كل الحبايب الأسبرين صار بها أبزوربشن، تمام حبايب؟ هذا هو الفيرست أوردر كمثال امتصاص الأبزوربشن أوف أسبرين فروم ستومك. أوكي يعني هسا ليش طولنا فيه؟ لأن كلش مهم. أنا أشكرك ما أدري سؤالك، أنا أشكر أي واحد يسأل، لأن أنا يعني حقيقة المهم هو توصيل المادة، مو المهم نمشي بالمادة. هاي المادة إذا ما تفهموها، إذا ما يعني تدخل داخل السي إن إس، إذا ما تدخل داخل البرين، بعد صعب تقرأها وحالك وتفهمها، لأن هي صح تحفظها. يعني أنا إذا طالب ما فاهم المادة أو ما حاضر بالمحاضرة، بعدين راح يجي يقرأ لسه بروسس بروسيد إن كونستانت برسنتج، حفظها هو، بس تعال تطبيقها يعرف يطبق يا ما يعرف، هو هنا الكلام. أنا ما راح أجيب لك فراغات، ترى فيرست أوردر بروسيد إن فراغ، تكتب لي كونستانت برسنتج وأقول لك أحسنت يا شاطر، صف قوله. فإحنا ما عدنا هيتي، إحنا عدنا مادة علمية كنا نفتهمها حتى نستفيد من عدها. أوكي حبايب، تمام ماشي الأمور، تمام زين عيني. طيب إذن هذا ما يخص الـ first order، هنكمل، هنتوكل على الله نكمل. زين The equation of first order kinetic is، هسه ناخذ شويه رياضيات، ناخذ رياضيات على الموضوع، ناخذ المعادله مالته لان equation تفيدنا. الايكويشن مالته ناخذها مهمه. شو يقول لك؟ يقول لك لين سي يساوي لين سي انيشال ماينس كي تي. هذه معادله الفيرست اوردر رياكشن او كينيتيك. هذه شنو؟ نجي ننجزها واحده واحده. شنو لين سي؟ شنو لين سي؟ C مثل concentration at any time. C initial التركيز الأولي initial concentration. ال K هو rate constant، هذا ثابت التفاعل. ال T هو time. نجي نعيد. C هو concentration at time T at any time. يعني مثلا التركيز بدأ التفاعل، احنا قبل ان التفاعل بدأ نفاعل مادة ويا مادة. او هذا مثال الأسبرين، مثال الأسبرين. السي انيشال مال الاسبرين ايش قد؟ بنحكي ناخذ التفاعل من الناحيه الرياضيه مال امتصاص الاسبرين داخل الاستومات. السي انيشال مال الاسبرين كان 100 ملغرام. خوش؟ ورفت ساعه السي انيشال ايش قد صار؟ هذا هنا السي انيشال ثابت 100 ملغرام. ورفت ساعه هذا السي ايش قد صار؟ صار 90. هنا ايش قد التايم؟ واحد 1 اور. تمام؟
الكي يعطيك اياه بهذا التفاعل وتحسب شنو شوف شنو عندك بالسؤال. اوكي هاي المعادله. اللين بالمناسبه شنو اللين؟ اللين مثل اللوج تلقاه بالحاسبه بالكالكوليتر مالتك، اكو لين واكو لوج، لان داله هي داله رياضيه. شايفين اللوج لوغاريتم لوغارتيم وش يعني؟ فاللين مثل اللوج هاي عندكم بالحاسبه موجود. فالسي هذا شنو سي؟ وسي انيشيا، سي انيشيا التركيز الاول يبقى ثابت هذه المعادله. مثلا مثال الاسبرين اللي سوينا اخذناه بالستومات، التركيز السي التركيز الاول للاسبرين هو 100 ملغ، فكل ما تكتب المعادله تكتب 100 ملغ. خوش هذا السي اللي هو الكونسنتريشن ات تايم تي، يعني ورا وقت معين، هذا التركيز ورا وقت معين، ورا ربع ساعه ورا ساعه ورا ساعتين ورا 10 ساعات وتغير. في وقت تناخال طلع لك الكونسنتريشن هنا، واضح؟ فالconcentration at time t نفرض ورا ساعة ورا ساعتين زيد يصير concentration. اوكي مثلا يجيك بالسؤال يقول لك what is the concentration of aspirin after 5 minutes after 5 hours of absorption. What is the concentration of aspirin after 5 hours of absorption? If you know the initial concentration of aspirin is 100 milligram. يعطيك بالسؤال تركيز الانيشال مال اسبرين يعني initial concentration هو 100 milligram. التايم نعطيك خمس ساعات، طبعا كي نعطيك اياها بالسؤال، يقول لك ايش قد التركيز ورا خمس ساعات؟ هسه احنا من الساعه طلعناه يدوي انه كل شويه ناقص 10% من المتبقي، كان من 100 صار 90، 90 نقصنا 10 10% طلع 9 صار 81، ال 81 نقصنا 10% صارت يعني 73 وهكذا. اما اذا شغله مضبوطه بالرياضيات بدون تقريب مضبوطه 100% تستخدم هاي المعادله. فتقول اللين سي يساوي اللين سي انيشال 100 ملغ ماينس كي، كي انا اعطيك اياه بالسؤال التي 5 اور 5 تضرب طلع الكذا يطلع لك اللين سي تركيز الكونسنتريشن بالشنو ورا خمس ساعات. هذا يطلع لك اللين سي. شلون نتخلص من اللين من اللين؟ اللين شلون نتخلص من عنده؟ ناخذ مقلوب اللين مثل ما عندك اللوج. اذا عندك لوج سي شلون تتخلص من اللوج؟ تاخذ بالحاسبه تاخذ المقلوب مالته الانفيرس. هاي تعرفوها يا ما تعرفوها بالحاسبه. اذا عندك لود شلون تتخلص من اللود؟ تدوس كلمه الانفيرس الزر مال الانفيرس بالحاسبه كالكوليتر وتاخذ مقلوب اللود تخلص من اللود. نفس السالفه اللين وكن انفيرس مالته تاخذ الانفيرس مالته بالعمل المفروض يعلموكم، المفروض تاخذون عليه براكس تدربوا اخوان تدربوا على الحاسبه الكالكوليتر تدربوا لان تحتاجوها. اوكي يعني فنتخلص من اللين ناخذ مقلوب اللين يطلع عندنا في concentration after 5 hours. واضحه يا مو واضحه؟ واضح اخوان؟ زين ممتاز. هسه يقول لك شنو؟ هذا الرياضيات عرفناها، معادله الرياضيات عرفناها انه لين سي يساوي لين سي انيشال ماينس كي تي. اذا ناخذ معادله ثانيه معادله الخط المستقيم. هاي لازم سامعين بها. معادله الخط المستقيم. هاي معادله الخط المستقيم شنو هي؟ اول شيء انت سامعين بها وما سامعين بها معادله الخط المستقيم. هاي شغله عامه. وكل الدروس يحتاجوها. معادله الخط المستقيم. سامعين بها وما سامعين بها؟ ستريت لاين ايكويجن. خليني نشوفكم اياها. معادله الخط هاي شايفين هاي الشهره هاي الشكل شايفيه هاي الشهره المقلبه معادله الخط المستقيم. نعم هاي معادله الخط المستقيم هاي في الشغله عامه يعني حتى بالاعداديه احنا مستخدمينها بس اذكركم بها. هاي شنو يقول لك؟ اي شيء بالرياضيات بيه معادله ها اي شيء اخذوها قاعده عامه. اي شيء بالرياضيات نقدر نكتبه على شكل معادله. شلون هاي المعادله نقدر نربطه ويا معادله الخط المستقيم. شنو معادله الخط المستقيم؟ تعرفون انتم اذا نرسم اي شيء نرسم كفيجر عندنا مو عندنا محور الاكس عندنا محور الواي عندنا الواي اكسس والاكس اكسس تمام؟ محور السين محور الصادي يعني اذا ارسم اي خط بياني عندي محور سيني وعندي محور صادي عندي محور اكس وعندي محور واي تمام؟ فالاكس والواي هنا ذني هاي المحاور هذا الواي مثل لك الواي اكسس وهذا مثل لك الاكس اكسس تمام؟ زين فالواي شو يساوي؟ اي الاي شنو الاي؟ هو نقطه التقاطع هسه خلينا نرسمها ونشوفكم اياها خلي نرسم هاي
هسه عندنا هذا المحور الواي وهذا محور الاكس. اخوان هو هذا خط صار مو عدل، منكم عدلوه شويه بتشاكوش عدلوه. انا شويه قاعد مكان بميله، انا قاعد هسه على سطح مال التله، فمنكم بتشاكوش شويه عدلوه يصير عدل. اوكي بس مو ضربه ضربه قويه، ابقى بينكسر. هسه هذا هو الواي اكسس، هذا شنو الاكس اكسس، تمام؟ وين الواي؟ هذا الواي. وين الاكس؟ هذا الاكس. زين، اذا اريد ارسم اي رسم، نفرض فيجر مالتي هيك، اي فيجر عندي، تمام؟ زين، هذا الاي شنو هي؟ نقطة التقاء الخط مالت الرسم الكير مالتي بالواي يسمونه هاي يسمونه الانترسبت، منطقة التقاطع اللي تمثل الاي. هو هذا الاي، شو هذا الاي؟ هي نقطة تقاطع الكير مالتي ويا الواي اكسس، يسمونه الاي، يسمونه انترسبت. انترسبت يعني تقاطع. البي شنو البي؟ البي هو هذا معامل الانحدار. هسه هذا الكير مالت مو منحدر، الكير مالت منحدر يوجع عدل هيجي منحدر، فما طول منحدر يطلع عندك معامل الانحدار، يطلع هذا فد رقم. اما اذا كان عدل مستقيم قد يطلع البي معامل الانحدار قد يطلع زيرو. اذا كان خط عدل تماما يطلع زيرو، very good، تمام. بس طالما عندي انحدار لازم يطلع عندي فد رقم اللي هو البي. هسه انا عندي انحدار موجود، يعني انحدار مايل، فلازم يطلع عند البي. اوكي، هذا البي شو يسموه سلوب. البي شو يسموه هذا البي؟ يسموه سلوب، تمام. يعني هاي المعادله هي معادله الخط المستقيم. اي معادله رياضيه بالكون مثل هاي المعادله نقدر نربطها ونمثلها بيانيا بهذا الشكل. يعني اي معادله يعطوك اياها تقدر تاخذ هاي المعادله وتربطها معادله خط المستقيم وتحولها الى كيرف. واضح شلون؟ هاي يسموها ستريت لاين ايكويجن. فتقدر تربط هذه ويا هذه، واحد حوله على الثاني وواحد ربطه ويا الثاني، والناطق تجي ترسمها على شكل خط مستقيم. زين، الان هذا الواي، الواي شنو اللي يشابه هاي المعادله؟ من اللي يشبه الواي؟ من اللي يمثل الواي؟ عينك ميزانك، شوف هذي شيء مبينه. عفوا، لين التركيز، يعني لينسي هذا لينسي باع هذا لينسي هو يمثل الواي. ليش؟ لان واي علامة يساوي، هذا هنا قبل يساوي، فهذا هو يمثل الواي، تمام. عيني هذا هو الواي، صحيح ولا؟ اذا الواي هو اللينسي، اجي اخذ تراكيز اللينسي ارسمها على محور الواي، تمام. عيني زين، الاكس من الاكس؟ الاكس من يمثل لي الاكس للمعادلة؟ من يعرف؟ هسه الواي عرفناه، الاكس منو؟ عافيه، فيري جود ريتاج. الاكس هو ال تي، التايم، هذا التايم، شوف هذا التايم، هذا شو يمثل لي؟ يمثل لي الاكس، تمام عيني؟ اذا صار عندي اكس وواي، طيب الواي رسمناه اللي هو التركيز، لين التركيز. الاكس رسمناه اللي هو التايم، انا ما عندي تفاعل، هسه من ساعه التفاعل مال الاسبرين، عمليه امتصاص الاسبرين هو تفاعل فيزيائي. أول ساعة هل قد امتصاص؟ هل قد صار عندك concentration؟ أول ساعة صار عندك concentration 90، ثاني ساعة concentration 80، ثالث ساعة concentration 70، رابع ساعة 60، خامس ساعة نفرض 50، سادس ساعة وهكذا. عندي نقطة نقاط، أول ساعة هنا أول ساعة صار التركيز كان مثلا 90، ثاني ساعة التركيز صار 80، ثالث ساعة صار 70، رابع ساعة صار 60 وهكذا. وصار عندك كيرف، هاي النقاط أوصلها صار عندي هذا الكير. أوكي، إذا لهنا عرفنا الواي، عرفنا الأكس. الواي والأكس، الأي من يمثل الأي بالمعادلة؟ من يعرف الأي من يمثله؟ التركيز الأثلي، الأثلي يعني الأصلي، مهدي شنو عفوا تلتغ يعني؟ ما عندي خلق التركيز الأثلي ولا الأصلي؟ ما ثيني وسين. أشكرك مهدي، صحيح. فهذا التركيز الأصلي أو الأثلي على قولة مهدي هو الأي. يعني شنو التركيز الأصلي؟ يعني هذا الأي، هسه احنا هنا بدينا بأول ساعة، شوف هاي أول ساعة كان تركيز 90 هنا، أول ساعة. إذا هاي أول ساعة أكملها للنهاية، شوف النقاط ايش قد يطلع عندي هنا؟ يطلع عندي 100. هذا مو التركيز الاصلي،
اللي هو الاي صحيح ولا ولو فعلا هو initial concentration. فالinitial concentration هي هو ال 100 ملغرام فعلا من اقاطع هذا الكير وهي الواي اكسس يطلع لنا التركيز الاصلي اللي هو 100 ملغرام. واضحه يا مو واضحه؟ فاللين سي انيشال صار يمثل لي هو الاي اللي هو التقاطع انترسبت. واضحه يا مو واضحه؟ زين والله ما يخالف تتحملون اليوم لان المحاضره كلش مهمه ما اقدر اقطعها يعني اذا اقطعت اللاست كل الامور. بس خليني اكمل لكم علي كيف انا اليوم تعمدت المحاضره اول شيء بديتها متاخر بالتسعه ثاني شيء علي كيف لان الماده كلش مهمه ودسمه كلش كلش مهمه يعني ابدا ما يصير امشي بها على السريع. تحملوني شويه فدوى ولا تنسى هسه رتاج اشويكم دجاج ان شاء الله تخلصون قبل على الغداء دجاج رتاج يعني شوف لنا اساور شوف لنا الدجاج اخر ما احترقت نصينا النار عين نصينا النار اساور. دكتور مو مشكله اذا نكمل المحاضره على الاسبوع الجاي نكملها اقول لك راح اطول بها العمر كله ما هتكم اذا ما نكمل هاي كم سلايد. دكتور اوكي احنا اذا نطول بها العمر كله فاكيد لازم فاهمينها ان شاء الله ان شاء الله حياك الله. دكتور احنا ورا الساعه ونص ما راح نقدر نفت يعني هسه احنا صارنا ساعتين زين هسه احنا راح نقفل المحاضره راح نخلص هسه انت ما فاهم من بدي احكي يعني ما شفت ال من زين الوياي زين انا زين الدكتور زين العين هسه انت ما فاهم هاي الحكي هسه هسه الحكي اللي احكي فاهمه ولا ما فاهمه؟ والله يا دكتور لاحظت قبل شوية انت افهم هسه بديت يعني ما هاي هسه اوضح لنا هسه هاي المعادله فهمتها ولا ما فهمتها زينب؟ لا والله دكتور ما فهمتها؟ لازم ترجع للتجديد يعني مو قصه انه هي صعبه وانت يعني ما جاي تتعب بها لا بالعكس بس لانه احنا ورا الساعه ونص يعني حتى ما نقدر نركز. ركز زينب ركز لازم تركز هي المحاضره ثلاث ساعات هسه احنا نعطيك ساعتين في سبيل انه يعني نختصر لكم. لا تخلي هذا الموضوع ببالك زينل يعني ما هتخلي ببالك انا ما اعرف اذا بس انا جزء بس انا تعبت فاذا باقي الطلاب يعني جاي يفهموا فمو مشكله دكتور عفوا زين اسمع خلينا نكمل احنا سابقا كنا بالقاعه محاضرات ثلاث ساعات خوش الصيدله محاضرات ثلاث ساعات احنا بالقاعه نعطي ساعتين ساعتين وربع ونوقف المحاضره يعني حتى كنا بالقاعه بس بالقاعه طالب قاعد مكتف لا يقدر يشرب ماء لا يقدر يتحرك لا يقدر كذا نصات فوق راسه الان انت قاعد بالبيت يعني مرتاح يم انت متمدل او كذا وحاسبتك يمك موبايلك يمك ف يعني الامور هاي المفروض افضل فانت لا تخلي هذا الموضوع ببالك لا تخلي وقت ببالك من تخلي وقت راح تتحدد انت خالي ببالك ساعه ونص بس تعبر الساعه ونص صار قلق كل شوي عنك على الساعه ها عبرت الساعه ونص ها راح اصير ساعتين طول الاستاذ ليش ما قطع ليش ما كذا فلا انت قاعد مرتاح ولا انت مغادر المحاضره ولا انت مستفيد من المحاضره كنصيحه من اخ انسى موضوع الوقت خلي الموضوع يم الاستاذ شايف المرات تدخل برحله كاتب لك السائق استرخي بالرحله ودع القياده للقائد فزين العين انت الان باو على المناظر يمنى ويسرى على الاشجار على الجبال على كذا عوف الان القياده يمين انت بس تونس تقدر كل شويه بعد ان نجد ونوصل شو تاخرنا شو الطريق طويل ما اعرف ايش اوكي يعني فخلنا نخلص هذه السلايدات حتى نقدر لان ما اقدر اقطعها هي لازم احنا نوصل يعني هذه كم سلايد لازم نخلصها يعني انت اقدر اعرف المعادله على النص اوكي يعني هذا الوقت اللي دخلنا به كان ممكن نكمل به السلايد وشكرا لكم احنا المحاضرات السابقه واحده بيها طولت بس ساعه واحده بيها ساعه وربع تمام وهاي المحاضره يعني تستوجب منها ساعتين هو احنا وقتنا الرسمي ثلاث ساعات احنا ما نوصل ثلاثه لكن يعني للضروره احكام زين نرجع لموضوعنا عيني يعني. هسه احنا الانترسبت عرفتوا هسه الانترسبت اللي هو نقطه تقاطع الكيرف وهي الواي اللي هو حرف الاي اللي هو مثل لي initial concentration واضح شلون؟ هذا هي من اجى من نقطة تقاطع ال الاي الكيرف يعني العفو ويا الواي اكسس اللي سميناه اي اللي هو initial concentration اللي هو 100 ملغرام واضحة يا مو واضحة؟ هذا الاي واضح يا مو واضح؟ واضح يبقى عندنا بس البي البي شنو البي؟ البي هو المعامل مال انحدار معامل انحدار معامل انحدار اكو فد معادله معينه نقدر نستخدمها نطلع بها معامل انحدار او نطلعها من الـ يعني من الكير شلون نطلع من الكير؟ انا المفروض تاخذوها بالعملي ناخذ الدلتا واي على الدلتا اكس هسه ما اريد ادوركم بها دلتا واي على دلتا اكس يطلع لنا البي عموما فاذا انا هسه نرجع نلخص الكلام شكو معادله بالرياضيات
شكل معادلة بالرياضيات أقدر أحولها إلى رسم وإلى كير باستخدام معادلة الخط المستقيم مثل ما واضحة أمامكم. واضح يعني؟ هاي يسموها معادلة الخط المستقيم. دكتور بس تفضل يعني. دكتور بالنسبة للواي يعني هي الواي تساوي اللين ما تلسي لو هي تساوي بس السي؟ لا لا اللين دير بالك مثل ما موجود عندك في المحاضرة عفوا بالمعادلة. أنا لسه دا أشرح لكم أرقام بس تقريب الصورة. لا لا هي الواي مثل لك اللين سي. يعني أنت كل شوية تطبق المعادلة، أول ساعة يطلع لك اللين سي تخليه بالواي، ثاني ساعة يطلع لك اللين سي تخليه بالواي، ثالث ساعة يطلع لك اللين سي تخليه بالواي وترسم يطلع لك كير. موسي لنسي تأكل أي دكتور مو همات لنسي دوت بالضبط عفية. شو عندك المعادلة؟ إحنا جاي نربط المعادلة بالمن بال بالكير. تمام دكتور. بعد من عنده سؤال؟ ما حد عنده سؤال؟ طيب إذن هاي معادلة الخط المستقيم وشلون ربطناها مع معادلة الـ First Order Kinematics. Thus, a plot, plot يعني رسم, a plot of length C against T, اللي هو time, gives a straight line with intercept لمثل length C and gradient. Gradient يعني قصد من slope of minus K. الـ slope minus K. أسا ليش minus؟ لأن احنا ناخذ بالمناسبة هو بالمعادلة زائد. احنا عندنا واي هذا اللي نسي الاي هذا الزائد شوف شيء ورا الزائد ناخذ هو علامته الكي هنا شنو قدام علامه علامه ماينس فناخذه هو العلامه مالته ماينس يعني زائد هنا صار قدام كي قدام علامه سالب ماينس فنقول ماينس كي وليس كي وحده واضح شلون يعني اريد نرسم او نكتب عندك انت اي زائد زائد تحت قوس ماينس كي هو هيك يصير بالمعادله وناوبت تي هاي زائد مال هاي زائد واضح فالكي اخذنا هو اشارته شنو اشارته ماينس كي هنا نزل كي ماينس كي واضح يا مو واضح عيني هاي اشاره مو تنسوها تمام حبايب عيني الكي اشارته سالبه لان هو عندك بالنا معادله سالبه تمام اخوان يعني زين هسه بعطيكم فيجر هذا ايش يعني جايبه احنا جاهز a figure for first order kinetic is shown in the following example for example شوف هذا هنا راسم اللينسي شوفوا هنا عندنا التي وهذا هو الفيجر مالتنا من مقاطع الكير صار عندنا بهالنقطتين مثل لك هو الانيشال كونسنتريشن هذا الفيرست اوردر ريديان مثلك اياه هالقد الكي هالقد ما اعرف ايش وكلها موجوده عندكم بالفيجر هذا كمثال يعني اذا هذا ما يخص الفيرست اوردر لان راح نتوقف ان شاء الله اذا الله طانا عمره وعافيه راح بالمحاضره الثانيه او الاسبوع القادم اذا الله سهل نكمل انواع الاوردر هذا كله حكينا بالفيرست اوردر هسه احنا طولنا الفيرست اوردر لان هو الفيرست اوردر استحق اول شيء هو مهم وكل شغلنا به وهو اول شيء شرحناه فلازم نطول به يعني ونمشي به على كده لهنا اكو سؤال او ماكو سؤال خلص لان توكلنا على الله اذا ماكو سؤال نشوفكم في خير وعافيه وموفقين ان شاء الله نسمع اخبار طيبه تحياتي مع السلامه بس احضر دكتور حضور الحضور ضروري الحضور احنا اهم شيء يعني تفاعلكم كيفك دكتور يلا امينو اساور اساور لا تبخينا راح شوف لنا الدجاج لا دكتور زينة زينة اليوم كش ما شفنا نطبخ احنا بس اساور والبنات ان شاء الله الاسبوع الاخر نطبخ عليك اللي يسجل حضور يكتب تم حتى نعرف انه اللينك ده يشتغل